حبيبي دكتور أحمد، إذا تحب نبدي حالياً. ها دكتور عبد الله، تزين صوتي؟ حبيبي دكتور أحمد، إذا تحب حالياً نبدي، بس راح أفتح لك الشير. صوتي واضح يا مكلو؟ لا واضح بس شوية بعيد. هسه دكتور كلش زين دكتور، كلش زين تمام. أي والشير يمك بعد تقدر تبدي إن شاء الله، وموجودين على اليوتيوب وعلى الزوم، كل شيء تمام. ضربة بوينت يمك ولا لا؟ دكتور والله بعدها بدي احمل، بدي اطلع مفتاح. هسه فتح، فتح دكتور، فتح كلش واضح. دكتور احمد تسمعني؟ اي دكتور اسمعك تمام. اي واضح، واضح واضح جدا، واضح دكتور واضح. نبلش بعد ان شاء الله. ها هي دكتور توكل. يا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. ان شاء الله قبل لا نبلش، انا عندي اليوم ثلاث شغلات اريد اوضحها. بدايه لازم نشكر الطلاب اللي لا يزالون عندهم الرغبه بالتعلم رغم كل اللي قاعد يصير بالظروف الحاليه والوقت الحالي، لكن ما العفو دكتور احمد، دكتور احمد صوتك ده يقطع دكتور. ماكو عذر يعني انه يعني الاخر هذه التفاصيل او الوضع البلد ما يساعد. لا اللي احنا دكتور. ها دكتور واضح صوتي؟ يا ريت لو تعيد. خاف من الضعيف هسه واضح؟ اي يا ريت لو تعيد. يلا تمام هسه بس امشي. واضح صوتي؟ اي واضح ان شاء الله دكتور. واضح. تمام دكتور، ثلاث شغلات انا اريد اوضحهم اليوم قبل ان نبلش بهذه المحاضره، لان هذه المحاضره اعتقد رغم البعض من يشوفها ويقول ملقم ما يهتم بسبب اللي قاعد يصير. فأولاً أنا أريد أشكر الطلاب اللي لا يزالون عندهم رغبة حقيقية للتعلم، لا يزالون أنه ماكو فد عذر رسمي أو عذر قوي يمنعنا أنه إحنا نتوقف أنه نتعلم. إحنا طلاب وراح نستمر طلاب إلى أن. الشغلة الثانية أحب أشكر الدكتور عبد الله على اللي قاعد يسويه، لا يزال هذا الرجل يستمر بما قاعد يقدم للطلاب من خدمة كبيرة. وأكرر دكتور عبد الله إنه أنت أي شيء تريده أنا موجود وداعم لك بكل قاعد تسوي، ونشكرك نيابة عن الطلاب نيابة عن نفسي. الشغلة الثالثة اللي أريد أوضحها هي يا جماعة موضوع الأملقم، المشكلة اللي قاعد يصير حاليا الأملقم يا جماعة، المشكلة بينا إحنا ما نعرف ليه الأملقم الحقيقية. هذا الكورس اليوم هو راح يبين الساينس الحقيقي behind the أملقم. شلون أنت حتى تحصل، هو مو تكست بوك يقول لك المفروض الأملقم تقعد 12 سنة. شو جماعتنا اللي قاعد يصير بالفيس وبالمراكز الصحية والمراكز التخصصية والعيادات المتوسطة، ليش قاعد الأملقم ما تقعد أسبوع؟ ليش الأملقم قاعد تطيح؟ ليش الأملقم هيك شو هيك شي؟ الأملقم الحقيقية ذاكرة التكست بوك تحتاج برنسبلز، تحتاج ساينس حقيقي. ما تقول لي الأملقم مؤسستك، لا هذا مو كلام. هسه تقول لي لارج كافيتي وهاي يسوي لك كراك، نعم أنا متفق وياك الأملقم بيها يصير بيها اكسبانشن، الأملقم يصير بيها كريب، بس هو نفسه ديفيد كلاك ب 2001 إلى 2003 من سوى كلينيكال ستاديز. ثلاث سنوات هو يشتغل على بحث واجا فحص الاكستراكت تيث بعد ما شال من عندهن الاملقم تحت ال 16 اكس تحت 16 ماجنيفيكيشن بالمايكروسكوب، اكتشف شغلات انه يا بي ما هو نفسه ذات نفسه يقول ديفيد كلارك
ديفيد كلارك اللي هو نفسه يعتقد انه جيفي بلاك كان على خطأ. نفسه ديفيد كلارك يقول ماكو حاليا ارتكلز بالعالم يثبت انه الاملجام بالفعل تكسر السن، ماكو. ديفيد كلارك نفسه يقول الاف دي اي والدبليو اتش او والان اي اتش والسي دي سي كلهن يقولن الاملجام ار سيف نون توكسيك. زين هاي الاشاعات مال الاملجام مو زينه والاملجام تكسر السن، هسه الاملجام بيها ثيرمال كوندكتيفيتي الكل بيها، بس انت تريد تقنعني اليوم انه الاملجام مو زينه اذا ما عندك شيء حقيقي، principles, science, evidence-based concepts, articles, research، ومو اي research، اي research حقيقية من هاي ام الـ clinical randomized trials، ام الـ systematic review، ام الـ meta-analysis، تطينيان يلا اختنع. اليوم قبل لا نخلص هذه المحاضرة خلنا نتفق على شغلة، انه انا ما كلتنا احنا اليوم ما نحكي بمعلومة اذا مو هي علمية 100%، اذا ما انت متأكد منها لا تحكيها، لان هذا زميلك راح ياخذها، واذا هي خطفه هو خذاها واحتمال راح يطبقها على البيشنت وانت صرت سبب دمار. ما احكي معلومه اذا مو علميه 100%، واذا ما عندي شيء ريفرنس استند عليه بكلامي. الشغله الثانيه من اتناقش انا وزميل الي واختلفنا بالكونسبتس، اروح نرجع للتكست بوك هو يحل المشكله. لا تقول الكومبوزيت زينه والامل مو زينه، تحب الكومبوزيت براحتك ما عندنا مشكله، تريد تتعلم الكومبوز واي نوت، ما هي كل امه محمد لا تشتغل كومبوز، بس لا انت تروح تشتغل كومبوز تتعلم كومبوز وتجي تحكي على الاملجام وتقول الاملجام مو زينه والاملجام بيها اوبن كونتاكت وانت ما تعرف تحط الباند والاملجام تكسر السين عادي، كلهم يسوون مايكرو كراك. اذا اني ما اعرف الاملجام الحقيقيه لا احكي بيها، اذا اني ما اعرف البرنسبلز مال جيفي بلاك ما احكي، اروح احكي بالكومبوزيت كلهن مو زينات. اكو سكول جماعه الاملجام لا يزالون يدعون الاملجام زينه، جماعه الكومبوز لا يزالون يدعون انه الكومبوز زينه واحسن من الاملجام، وهسه يجوك جماعه الاندايركت ريستوريشن جماعه الالي والاولي ويقولون هو هذا البيرفكت سوليوشن. ليش؟ لان الالي والاولي جمعت لك الفانكشن الاستاتيك مال الكومبوز وجمعت لك الفانكشن والباور والفورسز والميكانيكال بروبرتيز مال الاملجام، وهي هم الاندايركت هم به المضار. ماكو شيء مثالي، فاني ما احكي بشيء وادم بشيء. لو اعرفهم كلهن ومن يجي احد يسالني اجاوب عليه قدهن لو ما احكي. ليش اني اجي ابرز للناس وقاعد اشوفها حاليا انه يجون طلاب امل قوم هيك وهيك، انت هذا الهيك والهيك انت شايفه بعينك؟ لو انت سمعت من واحد قال لك عليه، لو انتم عجبكم الكاردنج مال الكومبوزيت الحلو وجاي تحكون على الامل قوم، لو انتم عجبكم التنت اللي تحطها فوق الكومبوزيت، هو هذا هو هذا اللي يعجبني؟ هو هذا الساينس؟ انه انا اسقط بفلان ماتيريال واني ما اعرف الهي؟ كل يوم احنا بعركه، يوم بالمنتدى العربي، يوم بجروب دنتستري ماي باشي، يوم مدري وين. الامل قوم هيش تعال قنعه. الكومبوزيت هيش تعال قنعه. ما اعرف ما احكي. إذا أنا سبع أروح أتعلم وأجي أدافع عن الماتيريال اللي عندي. فإحنا ما نعرف الأمل قبل ما نحكي بيها. اليوم راح نشوف البرنسبلز، خلينا نشوف وين المشكلة. ديفيد كلارك الرجل شلون يعتقد؟ يعتقد إنه البرنسبلز كانت قبل فترة جيفي بلاك هي كانت صحيحة، وإحنا اليوم نقول هو جيفي بلاك الأب الروحي للكونزرفاتيف دنتستري. بس ديفيد كلارك يعتقد انه جيفي بلاك كان مخطئ بالبرنسبلز مالته، لانه هو شويه نوعا ما كان اجريسيف، وهي الامل قام تريد من عندك هالشكل انه تريد من عندك تكون اجريسيف، تريد من عندك انه تقص هوايه من التوست فراكشر. ليش؟ لان هي الفيزيكال بروبرتيز مال الامل قام تتطلب ذلك. فهو شلون يعتقد؟ كان يعتقد انه المشكله مو بالكومبوزيت ديفيد كلارك، والمشكله مو بالامل قام، المشكله بالكافيتي البريبريشن اللي احنا نسوي. المشكله يا جماعه احنا بينا اكو برنسبلز، من تجي انت اليوم تشتغل امالجام انت بالفعل مطبق البرنسبلز الحقيقيه ما تجيب بلاك لو هيك احفر وطم. واكثر كونسبتس انا اكره بحياتي من واحد يقول لي دكتور احفر وطم، دكتور خلينا نحفر وطم، هذا مو كلام ساينتفك مال احفر وطم. ليش ما احفر وطم؟ هسه نجي نشوف. قبل لا نجي نحكي احنا اليوم ان شاء الله موضوعنا هو البرنسبلز، ببدايه ناخذ البرنسبلز مال جيفي بلاك ونتعرف عليها، بعدين نحكي على الكافيتي بريبريشن فور امالجام للكلاس 1، وراها نسولف على الكلاس 2.
أهم شيء يا جماعة من نريد نعرفه لازم نعرف أنه الوولز مال الكافيتي الكافيتي اعتيادي مال الأملقم هو تقريبا راح يكون للكلاس 1 تقريبا راح يكون بمثابة مستطيل بمثابة غرفة تقريبا بها وول جدران وبها أرضية. أهم شيء أنه أريدكم تعرفوا اليوم أنه الوول اللي يكون باتجاه السيرفس مال التو ستراكتشر يأخذ اسمه. يعني إن أنا إذا عندي هنا باكل سيرفس وهذا الكاسب أو باكل كاسب وباكل سيرفس الوول اللي راح يكون يم الباكل سيرفس أسميه باكل وول. إذا عندي أني لينجوال سيرفس الوول اللي راح يكون يم اللينجوال وول اللي من لينجوال سيرفس أسميه لينجوال وول. كذلك عندي أنا الميجيال وول وعندي الدستال وول. أما السيرفس اللي راح يكون فوق الفلور أسميه البالبال فلور. لأن إحنا من اليوم وراح بعد ما راح نتعامل كله بالباكل واللينجوال وول. هاي أكو سبورتاية على الباكل وول يا دكتور شيلها. هاي أكو شارب لاين أنجل على اللينجوال وول يا بشيلها. فأنت المفروض تعرف شو من أقصد بالباكل وول. من أقول لك باكل وول يا بالباكل وول هو الوول اللي يم الباكل سيرفس. اللينجوال وول هو الوول اللي يم اللينجوال سيرفس. أهم شيء إحنا لازم نعرفه اليوم أكو شيء يسمونه الكافو سيرفس مارجن. الكافو سيرفيس مارجن من تجي تعطيها ديفينيشن شو يقول لك؟ يقول لك هي the margin that formed between the joining of the external wall and the internal wall. شو يقول جيف بلاك؟ جيف بلاك يقول اكو حافه راح تتكون عندك بين الجدران الداخليه مال الكافيتي اللي انت قصيته وسويته بالبير وبين الجدران الخارجيه مال التو ستراكتشر اللي احنا ما وصلنا يمها. يعني احنا بالكلاس 1 اللي هو عباره عن بيت اند فيشر فالكافيتي مالتي راح يكون تقريبا بالبيت اند فيشر. يعني البكل كسب انا ما راح اوصل يمه واللينجوال كسب ما راح اوصل يمه والمارجنال رج ما راح اوصل يمه. فهذا شيء يسميه جيفي بلاك يسميه هذا الاكسترنال وول او الاكسترنال سيرفيس هذا الخارجي اللي انا ما واصل يمه. اما هذا الداخلي اللي انت حفرته بالبير وهيئته حتى تجي تقعد بيه الامالجم يسميه الانترنال وول الجدران الداخليه او الانترنال سيرفيس. جيف بلاك شي يقول يا بالحافه بيناتهم بين الاكسترنال والانترنال اللي هي هاي صايره بشكل مربع هاي اسمها الكافو سيرفيس مارجن. هاي المربعه اللي هي متكونه بين الاكسترنال وول السطح الخارجي وبين الانترنال وول الجدران الداخليه. اهم شيء احنا عندنا بالبرنسبلز مال جيف بلاك هي الكافو سيرفيس مارجن لان الناس تعتقد وبالفعل هذا الكلام مو اعتقاد انه اغلب الفيليرات بالاملجام هي تبدي من الكافو سيرفيس مارجن خصوصا اليوم. اليوم ما سويت انت املجام باكر راح البيشنت راح عاده البيشنت ورا ثاني يوم يجيك عنده مشكله يقول لك سنسيتيفيتي عندي دكتور قاعد اتصل علي وهاي اتصل عليك معناها انه انت هنا عندك مشكله بالمارجن بالكافو سيرفيس مارجن مالتك صايره اوبن. اما بعد سنه سنتين لا ما يصير بها مشكله. ليش؟ لان الامل قام بها احنا حكينا قلنا بها اكسبانشن وبها كريب فراح تمتد على التو ستراكشر وتغطي لك هاي المارجن. هذا كله راح نحكي ان شاء الله بس اهم شيء انا اللي اريد اعرفه انه هاي الزاويه اللي تتكون بين الاكسترنال وول وبين الانترنال وول يسموها الكافو سيرفيس مارجن. هذا هو الاوت لاين فورم لكلاس 1 للبريمولر. هذا يعني اوت لاين فورم المظهر الخارجي مال الكافيتي بريبريشن لكلاس 1 بالبريمولر. هذا هو الكافيتي بريبريشن لكلاس 2. هاي الكافو سيرفيس مارجنز اللاين الشكل الخارجي الحافه والخط الخارجي بين الاكسترنال والانترنال اللي نسميها احنا الكافو سيرفيس مارجن. هذا يسمونه بالبال فلور. هذا قدامك هو الديستال وول. هذا اللي منه هو الباكل وول. هذا اللي منه هو اللينجوال وول. هذا بالبال فلور. هذا اكزيال وول. هذا يسمونه جنجايفال سيت لان صاير فوق الجنجيفه. هذا انا سميته بالبال فلور لان بالحقيقه يا جماعه هو فوق البالب. هذا اسميه جنجيفال لان بالحقيقه يا جماعه هو فوق الجنجيفه. البالب وين صار؟ صار جوا البالبال فلور وورا الاكزيال وول. هذا الجنجيفال سيت ترى ما جوا بالب جوا جنجيفه. من اجي انا اخذه اشوفه بعد البالبال فلور الاكزيال وول ديستال فاشيال لينجوال جينجايفال سيمنتونيمال جنكشنز. هذا قاعد اباوع عليه هسه انا قاعد اشوفه بروكزيمالي قاعد بروكزيمالي اتفرج على الكلاس 2. هاي الخط اسمها الكافو سيرفيس مارجن وهي اهم مارجن عندنا اليوم هي بالاوبريتيف او بالاخص بالامالجام.
دائما احنا من نحكي ك principles و cavity preparation الامالجام او من نحكي الامالجام لازم نستذكر الكلاسيفيكيشن مال جي في بلاك. جي في بلاك خل هذا الكلاسيفيكيشن يا جماعه هو الكافيتي بريبريشن وليس وليس للكاريز. فجي في بلاك كان يقول يا كلاس 1 هو عباره عن بيت ان فيشر كاريز بالاوكلوزال سيرفيس مع المولر. عاده يجيك البيشنت عنده بيت ان فيشر وراح يجيك عنده سنسيتيفيتي على السويت على الكولد ويجي انت تجي تفحص الاسنان تباوع تتفرج باوع على الاوكلوزال سيرفيس لقيت انه اكو ديسكولريشن. هذا ديسكولريشن بس يا ترى هذا كاريز ما اعرف هذا كاريز ما اعرف شو ادرينا انا هذا كاريز ولا هنا يجي يدخل مفهوم الدايجنوستس واجيب البروب وباي جنتل بروبك امشي البروب من الميجل من الميجل سيرفيس تو ديستال سيرفيس افوت البروب. اذا فات سموث هذا مو كاريز واذا صار بي كاتش هذا كاريز. فجي في بلاك يقول كلاس 1 هو عباره عن اي بيت اند فيشر كاريز هو عباره عن كلاس 1 اي بيت اند فيشر كاريز هو عباره عن كلاس 1 اي بيت اند فيشر كاريز هو عباره عن كلاس 1 زين. وين انا عندي بيت اند فيشر بدي هي عندي على الاوكلوجال سيرفيس مال البوستيرير تيف كذلك عندي على البكل على البكل سيرفيس اكو بكل بيت بالمولرز اكو بكل بيت هنا بالمولرز هذا يصير بيها كاريز هذا اسميه كلاس 1 وكذلك انا عندي شيء يسمونه لينجوال بيت بالانتيرير تيث. الانتيرير تيث يا جماعه خصوصا ابر انتيرير اللينجوال سيرفيس او الليبيال سيرفيس مالتهم اكو فوسي يسمونها اللينجوال فوسي واكو فد بروجكشن كبير يسمونه سنجلم واكو فد مارجز ثيك ويسموهن المارجنال ريدج وبنص الفوسه مالته بنص الليبيال فوسي اكو بتاي يسمونها اللينجوال صار كاريز اسميه كلاس 1 فكلاس 1 وعباره عن بيت اند فيشر كاريز نشوفه بالبوست بالاوكلوزال سيرفيس مال البوستيرير تيث يعني مولر وبري مولر بالبكل بيت مال المولر فقط وباللينجوال بيت مال الانتيرير تيث وعاده هو الابر فقط. كلاس 2 راح يكون هنا عندك الكاريز صاير على البروكسيمال سيرفيس كاريز اون ذا بروكسيمال سيرفيس مال البوستيرير تيث فقط. كاريز على البروكسيمال سيرفيس مال البوستيرير تيث اسميه كلاس 2. الحلو بالكلاس 2 انه يبين بالاكس راي. الكلاس 1 ما يبين بالاكس راي يا جماعه من تريد انت تشيك اليوم كاريز بيت اند فيشر كاريز بالكلاس 1 ما يبين لا تحاول لا تاخذ اكس راي. ليش؟ لان هنا راح يصير عندك اوفرلاب الكسبات كلها الانمال فراح يغطى لك البيت اند فيشر والدليل من تجي هسه تتفرج هنا على هاي اكس راي ما راح يشوف البيت اند فيشر. اكو كاريز اي اكو كاريز بس ما راح يشوفه. ليش؟ لان هذا كله انمال مسوي لك اوفرلاب ومغطي لك الكاريز. بس بالكلاس 2 لا يبين الكاريز. احلى شيء بالكلاس 2 انه بالاكس راي يبين كل شيء بشكل واضح. تجي تباوع على البروكسيمال سيرفيس راح يشوف انه اكو راديو لوسنسي اكو راديو لوسنسي صار بشكل احنا نسميه كاب شيب مثل شكل القبعه. فهذا يا جماعه هذا دكتور احمد كاريز بروكسيمال هو عباره عن كاريز اون ذا بروك هو عباره عن كاريير تيث فقط. هذا دكتور العفو دكتور يمكن يعني بس لو تعيد اخر 10 ثواني انقطع بها الصوت. تمام قلنا هذا الكلاس 2 هو عباره عن كاريز اون ذا بروكسيمال سيرفيس اوف ذا بوستيرير تيث فقط. قلنا الحلو به انه هذا بالاكس راي يبين عندك من تجي تاخذ اكس راي من تجي تاخذ اكس راي راح تشوف انه الكاريز مبين عندك هنا موجود. اكو راديو لوسنس اكو راديو اوباسيتي اللي هي مال انامول وبنصها راديو لوسنس هي مال الدنتين عفوا مال الكاريز. هذا الوايتنس هو عباره عن انامول وهاي الراديو لوسنس السواد هو الكاريز. شوف دكتور هنا هاي امالجم او كومبوزيت بس هاي شكلها والله شكلها هي كومبوزيت مال سكندري كاريز. هذا شوف هنا هذا سكندري كاريز يا جماعه جوا الريستوريشن اللي حاطه هو. هذه اذا تسال هذا البالب تشامبرز هاي الراديو اوباسيتي هاي ستون بالب ستون موجوده داخل البالب.
هذا هنا اعتقد ايكو كالسيفيكيشن بالبالب تشامبرز، كل هذا نتيجه اللوغلاستيك كاريز. كل ما الكاريز يبقى بالتو ستراكشر كل ما راح يبدي عندك ديفنس ميكانيزم، يبدي البالب يدافع عن نفسه، يكون لك كالسيفيكيشن، يكون لك تيرشري دنتن، يكون لك بالب ستونز. قلنا كلاس 3 هو عباره عن كاريز اون دي بروكسيمال سيرفيس مال الانتيرير تيث فقط، هذا ايضا يبين عندك بالاكس راي يبين بشكل واضح. كلاس 3 عباره عن كاريز اون دي بروكسيمال سيرفيس اوف ذا انتيرير تيث. كلاس 4 هو عباره عن كاريز اون دي بروكسيمال سيرفيس مال الانتيرير تيث ومسوي لك انفولفمنت للانسايزل ايدج، يعني الكريز صاير بروكسيمالي بالانتيرير تيث بس جاي مسوي انفولفمنت للانسايزل ايدج وضارب لك الانسايزل ايدج مال الانتيرير تيث. هذا احنا نسميه كلاس 4 وحكينا عليه اعتقد بالتفصيل الممل بمحاضره التراوماتيك انجري، وقلنا نادر ما يجيك البيشنت كلاس 4 كريز، عاده يجيك فراكتشر مثل هيك الكيس، هيك يجيك قبل فراكتشر. هذا احنا بالاوبراتيف اليوم بالاوبراتيف نسميه كلاس 4، بس هناك من كنا ذيك الجمعه من حكينا على التراوماتيك انجري قلنا اوكي هذا كلاس 4 اوبراتيف، بس تعال سولف لي هذا يا كلاس بالالاس كلاسيفيكيشن، هذا يا كلاس بالفراكتشر، هل هو كلاس 1 بالفراكتشر كلاس 2 بالفراكتشر؟ وبديهيا نعتقد هذا كلاس 2 الاس كلاسيفيكيشن، يعني قص لك الانامول وقص لك الدنتن. شوف هذا كذلك فراكتشر بالانتيرير تيث، هذا كلاس 3 الاس كلاسيفيكيشن، ليش؟ لان قص لك انامول ودنتن ومسوي لك اكسبوجر. فاحنا اليوم كاوبراتيف نسمي هذا كلاس 4، واحنا كاوبراتيف هذا عندنا هو التريتمنت مالته هو ريستوريشن اعتياديه. كلاس 5 هو عباره عن كاريز اون ذا سيرفايكال سيرفيس مال كل الكل التيث، كاريز على السيرفايكال سيرفيس اوف اول تيث انتيرير ماشي بوستيرير ماشي. فاذا عندك كاريز اون ذا سيرفايكال سيرفيس مال كل التيث موجوده بالاورال كافيتي احنا نسميه كلاس 5. بدي هي جي في بلاك كان مسوي هو هنا جي في بلاك من حكي ككلاسيفيكيشن حكاها ترى لي كافيتي بريبريشن مال الامالجام، يعني هسه تقول لي قبل كان اكو كافيتي بريبريشن للامالجام بالكلاس 5 اي موجود، يعني كانوا يحطون امالجام هنا بالكلاس 5 يحطون بالكلاس 3 اي نعم يحطون امالجام. الكلاس 6 الأمانة واللي أنا ما شايفه أبد اللي هو عبارة إيش يقول لك هنا جي في بلاك بالكلاس 6 اللي أنا ما شايفه أبد الأمانة، وما إحنا حتى بنشتغل بيك سواء كان بالعيادات أو مراكز صحية نادر ما يجي كيتش كيس. شو كان يقول جي في بلاك؟ كان يعتقد هو الرجل إنه الكريز يصير بالكسبتب أو بالإنسايزل أج، كريز يصير بالحافة القاطعة مال السن، واحنا عندنا الحافه القاطعه بالبوستيرير تيث هو الكاسبتيد والحافه القاطعه بالانتيرير تيث هي الانسايزل ايدج. فاذا صار كاريز بهاي المنطقتين اسميه كلاس 6 بوستيرير، هسه نجي على البوستيرير تيث كاريز وين صاير بالكاسبتيد فقط اسميه كلاس 6، واذا فقط بالانسايزل ايدج بس مال الانتيرير تيث اسميه كلاس 6. اوكي ماشي تمام، انا صار عندي مفهوم عن الكلاسيفيكيشن مال جي في بلاك اكوردنج تو ذا كافيتي بريبريشن، وعرفت انه اي بيت اند فيشر كاريز هو عباره عن كلاس 1 واي سموث سيرفيس كاريز هو عباره عن كلاس 2 وكلاس 3 وكلاس 4 وكلاس 5. البرنسبلز وين هي بالموضوع؟ جي في بلاك ايش قال؟ قال اكو برنسبلز فور كافيتي بريبريشن حتى الامل تبقى تقعد عندك 12 سنه او اكثر، والدليل اليوم انه اكو ناس عندهم الامل قام سنهم موجوده سنه 30 سنه 15 سنه قاعد هذا قاعد هذا ذاك الوقت كان يعرف البرنسبلز مال جي في بلاك كان يشتغل ساينتفكلي. فالبرنسبلز مال جي في بلاك فور كافيتي بريبريشن يا جماعه هن سبع نقاط احفظهن اني واروح اطبقهن بالكيس مالتي اطبقهن على البيشنت مالتي. اول نقطه بالبرنسبلز كان يسموها الاوتلاين فورم. الاوتلاين فورم يقصد بيه كان جي في بلاك هو الشكل الخارجي للكافيتي مالتك اللي هو هسه بهذا الاستاد هذه الصوره قاعد باو عليها هي الاوتلاين فورم فور كلاس 1 كافيتي. يعني المفروض الكافيتي كلاس 1 كافيتي مالتك على المولر يكون هالشكل هذا.
هذا يسمونه outline form، وهذا حتى تحكم عليه أنه أنت سويت outline form لازم تخلص الستبس السبعة كلهن، البرنسبلز السبعة كلهن تطبقهن، يلا آخر شيء تقول هذا outline. فأول نقطة هي outline form. ثاني نقطة resistance form. جيمي بلاكتشان يعتقد أنه الأملقم هي مو ماتيريال عادية، هي ماتيريالز تحتاج منك تسوي أشياء داخل الكافيتي حتى ما تنكسر وحتى التو ستراكتشر ما ينكسر. مصطلح الريزيستنس فورم انه الاملجم والتو ستراكتشر ما ينكسرن، فانا لازم بالكافيتي مالتي اسوي اشياء حتى الكافيتي مالتي ما ينكسر وحتى الاملجم ما تنكسر. يسمونه ريزيستنس فورم انه مقاومه الكافيتي ومقاومه الاملجم للكسر. هذا البرنسبلز الثاني. البرنسبلز الثالث يسمونه ريتينشن فورم. مصطلح ريتينشن انه حتى الاملجم ما توقع. هسه حتى الاملجم ما تنكسر وحتى التو ستراكشر ما ينكسر اسميه ريزيستنس فورم. حتى الاملجم ما توقع عند الكافيتي اسميه ريتينشن فورم. وهذا الكافيتي مالتي لازم يكون بفد اندر كات، لازم يكون بفد ميكانيكال ريتينشن حتى يكض الاملقه وما يخليها توقع، فاسميه ريتينشن فورم. النقطه الرابعه كان اسمها كونفينينس فورم، اللي نعتقد اللي هو معناها الشكل الكافيتي مالتك ملائم، الشكل الملائم للكافيتي. هل الكافيتي مالتك ملائم بحيث اني اشوف الفلور، اشوف اذا اكو هيدن كاريز، اشوف اذا اكو اسرمس تدخل انسايد، سمول كوندنسر يا جماعه يفوت بالكافيتي مالتي حتى يسوي لي كوندنسيشن الاملجم، لو لا الكونفينينس فورم الشكل الملائم للكافيتي لازم تجيب اصغر كوندنسر عندك انت وتفوته داخل الكافيتي يفوت، لان فد شويه انت راح تحط املجم، ومن تحط املجم وما عندك كوندنسر يفوت شو راح اسوي لها كوندنسيشن؟ لازم اصغر كوندنسر يفوت، يلا تقول كونفينينس فورم انا حققته. لا تقول لي انا مينيمال، انا مينيمال انفيزيف، لا تقول لي انا كونزرفاتيف بالبريبريشن مالتي. ترى اكو فرق بين الكونزرفاتيف وبين المينيمال انفيزيف وبين التراماتيك وبين المينيمال تراماتيك دنتستري. الكونزرفاتيف دنتستري هو هذا اللي نحكي به اليوم اللي هو مال جيف بلاك، صح راح تاخذ هواي من تو ستراكشر على مود الاملجم، بس هو هذا يسمونه كونزرفاتيف. المينيمال انفيزيف يصير بعد اصغر من الكونزرفاتيف، ما تقعد بيه املجم. الكافيتي مالتك اذا سويته صغير ما تقعد املجم، روح سوي كومبوزيت. هذا يسمونه مينيمال انفيزيف دنتستري. وظهر مصطلح جديد يسمونه مينيمالي تراماتيك دنتستري، انه هذا انا لازم اقص السن اكثر بعد، وهذا سواه ديفيد كلارك على مود الكومبوز، موضوع اخر ما نحكي به احنا اليوم. فالكونفينينت لا تقول لي انه انا دكتور انا كونزرفاتيف مالتي بالبريبريشن والكوندنسر ما قاعد يفوت، ترى الاملجا ما تقعد، هذا مو كونزرفاتيف. فاجيب اصغر كوندنسر وافوت انسايد كافيتي يفوت، نعم فات، خلص انا سويت كونفينينس فورم. خلص هاي الاول اربع نقاط اللي هي الاوتلاين فورم والريزيستنس فورم والريتينشن فورم والكونفينينس فورم، هذن الاربعه يسموهن برايمري كافيتي بريبريشن اور انيشال كافيتي بريبريشن. يعني من تجي تشتغل املجم لازم وغصبا علي انه انا ذني احقق اول اربعه. هذن اول اربع نقاط يسمون انيشال توث بريبريشن، اسويهن بالبدايه. سويتهن؟ نعم سويت. اجي على النقطه الخامسه، اجي ادخل بالجزء الثاني اللي هو يسمونه secondary cavity preparation. النقطه الخامسه يقول remove the remaining caries، يعني عندك بعد caries موجود بالكافيتي اي شيله. يعني بالبدايه انا لازم احقق ذني بغض النظر عن شيء لي caries دولا، احققهن. اجي على النقطه الخامسه اذا عندي caries اشيله، remove the remaining caries. هذا كان الـ principles الخامس. الـ principles السادس finish the enamel walls. جيبي بلاك يقول لك الـ enamel walls شلون هين؟ اكو sharp edge؟ شيلها. اكو unsupported enamel؟ شيله.
لان يا جماعه احنا اليوم طب الاسنان بشكل عام ما عندنا شيء اسمه شارب ايج، احنا عندنا زاويه 90 بس زاويه قائمه، زاويه راوندد. اي شارب ايج لازم نشيلها، لان اي شارب ايج هي عباره عن ستريس كونسنتريشن اريا، هي عباره عن منطقه تجمع الضغوط، يعني شكو فورس راح تنزل على التوث راح تروح تتجمع بهذه المنطقه اللي هي الشارب ايج وتكسر التوث ستراكشر. وديفيد كلارك يعتقد انه المشكله الحقيقيه بالكافيتي بريبريشن ومشكله الكراك انيشيشن والكراك بروبيجيشن بالاملجم هي الشارب لاين انجل اللي انت تتركها، اللي انت مسوي لها راونديشن، اللي انت مسوي لها سموثنس. فرموف ذا ريمينينج فينش ذا انيمال وولز، انه انا اذا عندي شارب ايج لازم اشيلها او اسوي لها سموثنس او اسوي لها راونديشن. العفو دكتور. آه. نعم دكتور. دكتور بس سؤال، انت حاليا يا صوره طالعه يمك؟ هي بعد ما بغيرها لان قاعد اشيل هاي النقاط كلها هنا. اي يسالوني. نعم. تمام تمام دكتور. دكتور. ف remove the finish the animal walls. أي sharp edge لازم أشيلها أو أسويها smoothness أو أسويها roundation. أي unsupported animal، مصطلح unsupported animal يعني animal ما جواد دنتين، لأن بالحقيقة يا جماعة هو الانمال هو hard tissue موجود بالبدي، أقوى tissue موجود بالتوس بالجسم الإنسان، أقوى حتى من البون. بس هذا الانمال يا جماعة هو brittle hush يعني easily fractured، فيحتاج جواد دنتن، لان الدنتن يكون بمثابه شوك ابزوربشن للانمال. فاذا عندك انمال ما جواد دنتن هذا تشيله، احنا نسميه unsupported يعني ما جواد دنتن، وهذا الانمال راح ينكسر. فشارب اي شارب لاين انجل او شارب اتش هي عباره عن منطقه ستريس كونستريشن، ستريس كونستريشن اريا ومنطقه كراك انيشيشن اند كراك بروبيجيشن، وهي هاي المشكله الحقيقيه اليوم في طب الاسنان، هي هاي مشكله الاملجام، انه الدنتست ما يشيل الشارب ايدج، ما يسوي لها راونديشن، وبالتالي السنه حيصير بكراك ويجي يقول لك الاملجام تكسر. طبعا تكسر، ما انت عارف الشارب ايدج بديهيا اكيد ينكسر تو ستراكشر. ليش؟ لان هاي شارب ايدج. لهذا اجى ديفيد كلارك وقال يا بالمشكله مو بالاملجام، المشكله بالكافيتي بريبريشن مالتك. ليش؟ لان انت من جاي تسوي كافيتي شو راح تستخدم؟ راح تستخدم فيشر بير وراوند بير وانفيرتد كون بير. الراوند بير ما مشكله، ما في مشكله، بس الفيشر بير هو عباره عن ستريت فيشر اللي يقص يعوف شارب لاين انجل وراك، الانفيرتد كون هو شارب بير اللي يقص يعوف شارب ايدج وراك، وهاي الشارب ايدج هي عباره عن شارب لاين انجل ومنطقه تجمع ضغوط ومنطقه كراك انيشيشن وكراك بروبيجيشن. الخطا انه هاي بيراتنا قاعد تسوي شارب ايدج، وهاي الشارب ايدج انت اذا ما زلتها راح تكون ستريس كونستريشن اريا وتكسر لك السن. اذا شنو الحكي اليوم؟ شو افتهمنا هسه؟ افتهمنا ان الامل قام عليها المشكله بالكافيتي. كم واحد بيني يسوي ريموفينج وسموثنس وراونديشن الاي لاين انجل؟ كم واحد بينا من يفوت الفيشر بير والانفيرتد كون بير يجي وراها بالراوند يسوي هنا سموثنس؟ كم واحد بينا؟ احنا اليوم كيراكي دنتست. كم واحد بينا من يجي يحفر الاملجم يسوي هاي الستب؟ لو بس احفر وطم. هسه اني اقدر احفر وطم؟ لا ما اقدر احفر وطم. لان اريد ريتنشن، اريد ريزيستنس، اريد كونفينينس فورم، اريد finish the animal walls. أسوأ بير بالتاريخ هو straight fissure بير. النيجلز يعوف sharp edge. بالكافيتي preparation أنا قاعد أحكي. لهذا اليوم من تجي على الكراون، نتباوع على الكراون، نشوف كله شافر بير هو عبارة عن rounded end taper fissure بير. taper أو rounded end. على بيرات الكومبوزيت يشوفون الفليم بير هو راوند بير، البولت بير هو راوند بير، امريكان فوتبول هو راوند، الاندوزت بير وجماعه الاندو كلها راوندد، الالتراسونيك تيبس كلهن راوندد. ليش راوندد؟ حتى يعرف الشارب لاين انجل، حتى يعرف الشارب ايدج وراهن. النيدل بير هو النهايه مال تراوند. ال 330 بير اللي ماكو منها بالعراق، 330 بير راح نشوفها بعد شويه، هو النهايه مال تراوند.
اللي هو يحكي على الارت اند ساينس، يحكي الارت اند ساينس بيابير يقول لك بين 330 بير وال245 بير، هيك يسمينه ويعطينا كودات كلهن راوندد اند. لان شو يسوي، شو يعتقد الارت اند ساينس؟ يعتقد انه انت مستحيل تسوي هاي الخطوه، تنسى مالك خليك تعبان، مستحيل راح تسوي راونديشن الاي لاين انجل. فانت من البدايه استخدم من 330 او ال245 اللي هو اصلا راوندد، وسوي البريبريشن مالتك وراح ينكسر السنة عندك. هذا الساينس، هيك يقول الساينس. موقعي على الصدفة، على الحظ، على التجربة. تجربتي أنا عندي خدمة هالقد، أعتقد أنه أنا فوت كله بالفشر بير. دكتور ما يحتاج، هو فشر بير أنا أسوي بيه كل كافيتي ماتك. دكتور أنا فوت بالإنفيرتد، بالإنفيرتد بير قبل، شلون يفوت بالإنفيرتد؟ هو الإنفيرتد مسطح، شلون ينزل بالتو ستراكشر؟ ما أعرف، ما أعرف. دكتور افتح البروكسيمال وول الكلاس 2 بالانفيرتد، هو الانفيرتد مثلث، مجرد ما تفوت بالبروكسيمال راح تدخل سلم بصفه. اكو اشياء بديهيه. زين لحد الان انا خلصت. البقطة النقطه السابعه اللي هي كليف ذا كافيتي، تغسل الكافيتي دائما. شباب انتم اليوم احنا كطلاب بالعياده مالتي، انا بالمختبر مالتي، بالكلينيك مال الكليه، من اكم الكافيتي لازم اغسله. ليش؟ لان انت قاعد تقص تو ستراكشر، فهاي تو ستراكشر اللي عادة هي تكون كلها ديزيز دو بكتيريا، هاي قاعد تطيح بالكافيتي، اكو جزء يطلع برا واكو جزء يبقى بالكافيتي، يطيح يطم لك الانسد بالكافيتي يعني. فهذا اللي يروح بالكافيتي ونصه بكتيريا، غير اني انظفه اجيب لي تربل سرج اغسله كلش وانظفه حتى يصير كلين، حتى من اجي انا اشوفه ومن يجي الدنتست يشوفه يشوفه شوف كلين كافيتي، شوف انت كافيتي مالتك حلو، كافيتي مالتك مرتب. قبل لا نبدا بالموضوع الثاني اللي هو الكلاس 1 كافيتي بريبريشن، خلينا نستذكر البرنسبلز السبعه. اولا الارتين موف ذا ريمينينج كاريز، سادسا فينيش ذا انيمال وولز، والسابعا كلين ذا كافيتي. زين يا جماعه تعالوا خلينا نسوي كافيتي بريبريشن فور كلاس 1. كلاس 1 بديهيا يا جماعه هو عباره عن بيت فيشر كاريز موجود على الاكلوجر سيرفيس مال البوستيرير تيف، وبالبكل سيرفيس مال المودرات، واللينجوال سيرفيس مال الانتيرير تيف. بديهيا شو راح يجيك البيشنت؟ راح يجيك البيشنت يقول لك دكتور انا والله عندي صله على من اكل حلا من اشرب مي بارد، صله هذه وهذه الصله ثواني وتروح. تركز هنا، من يقول لك ثواني وتروح او مجرد ما يروح المؤثر تروح وما تطول والاقل من ثانيتين، تعرف انه هذا الكيس هو عباره عن ريفرسبل بالبايتس. ريفرسبل بالبايتس هذا انديكيتد فور ريستوريشن، انديكيتد فور درلينج، هذا احفره واشيل كريز واحط ريستوريشن. بس اذا قال لك لا والله يطول عندي 10 دقائق، لا والله يطول مرات ربع ساعه، لا هذا عنده يا جماعه اركز بالدايجنوسيس. فمن قال لك انه يطول ثواني وتروح، انت جيت باوعت على الاكلوجر سيرفيس، باوعت قاعد تفرج هسه اكو هذا ديسكولريشن موجود بالبيت اند فيشر. هذا كريز ما اعرف، ما اعرف ما ادري والله ما كريز دولا. اجيب البروب مالتي جنتل بروبينج من الميجيال الديستال سيرفيس بالبيت اند فيشر، البير الفيشر البروب راح يفوت. اذا اكو كاتش هذا كريز، واذا فات سموث لا هذا مو كريز، ممكن يكون بلاك فود فود انفكشن، ممكن يكون ديسكولريشن. انت هسه ماكل كاكاو ومطمور كل البيت اند فيشر كاكاو، هذا مو كريز. فانت تنتبه، تحتاج انه هنا شوي تكون نوعا ما اورينتد. وهنا اكو شيء حلو، حاليا جماعه الكومبوزيت من يسوون كومبوزيت ويحط وراها التنت ويروح البيشنت، يروح لغير دنتس، الدنتس يعتقد انه هذا كريز ويشيله. زين السؤال هو من يشوف هذا الكريز قبل يشيله؟ يعني انتم اي ديسكولريشن اشيله؟ انا راح اجيب البروب وافوته على هاي الديسكولريشن اللي هي التنت. اذا فات سموث اشيله؟ ليش اشيله؟ هو سموث ما بيكاتش، مو كريز هذا. فتعجب ان الناس تقول يروح غير دنتست وعباله كريز ويشيله، شلون يشيله؟ غير اكو شيء اسمه دايجنوستس، غير اكو شيء اسمه كلينيكال اكزامينيشن جنتل بروبينج بالبروب. فشلون اشيله انا؟ اي ديسكولريشن اشيله؟ اي دايركنس هذا كريز؟ لا، اللي يحكمني هنا هو جنتل بروبينج. زين فكر الكلاس 1 حتى قبل لا نحكي نسولف الكلاس 1، خلينا نشوف انه الكريز بالكلاس 1 شلون يمشي. من اجيب سن انا اليوم اكستراكتد توث كيريوس، واجي اقطعه بشكل سلايزز سلايدات واحطه على السلايد واحطه تحت الميكروسكوب واتفرج على مستوى الهيستو
ايش راح اشوف؟ راح اشوف يا جماعه انه الكريز من يمشي بالانامور والدنتين بالكلاس 1 يكون بمثابه كون مخروط او تراينجل مثلث. الكريز من يبدي بالبيت انت فيشر راح يبدي بشكل بوينت او سبوت وين؟ بالبيت انت فيشر اوكلوجري، ومن ينزل راح ينزل بشكل مثلث يمتد بشكل اكستنشن الى ان ينتهي على الدنتينو انامور جنكشن بشكل قاعده بيس. يعني الكريز بالإنامل فقط بالكلاسون هو عبارة عن مثلث. من يمشي شلون يمشي؟ يمشي بشكل مثلث. الأبكس ماتة باتجاه الأوكلوجر سيرفس، والبيس القاعدة ماتة على دنتينو إنامل جنكشن، والبيس ماتة على دنتينو إنامل جنكشن. من يوصل للدنتين هم راح يكون بشكل مثلث، بس هذا المثلث يا جماعة راح يكون بشكل بيس على الدنتينو انامل جنكشن وابكس، وينتهي بنقطه وسبوتايه على البالب. فمن تجي تباوع على هذا، هذا شكله سبوتايات، بس هو من راح يدخل من راح تفتحه لا راح تلقاه ممتد بشكل مثلث الى ان يوصل على الدنتينو انامل جنكشن. براها من يدخل بالدنتين يبدي بشكل قاعده او ينتهي بشكل بوينت. لهذا انت من تفتح بوينت سبوتايه اوكلوجري تفتح سبوتايه وتنزل تلقاها كبيره وتنتهي بسبوتاي. فالكريز بالكلاس 1 هو عباره عن مثلثين قاعده بقاعده وابك قاعدتين، قاعده على القاعده قاعده بالدنتينو انامل جنكشن، والابكس وحده باتجاه البلب وحده باتجاه الاوكلوجر سيرفس. زين شلون احفظ؟ احنا اتفقنا انه انا عندي ثلاث بيارات اليوم بالاوبراتيف وبالعمل، اللي هو راوند بير واللي هو الفيشر بير واللي هو الانفيرتد كون. اول شيء اسوي اجيب الراوند بير بديهيا. انت هنا الاكلوج بالكلاس 1 بالاكلوج سيرفس انا عندي فقط بيت فيشر ومارجنال ريج وكاسبات، هاي ما اصلي. فايش اسوي؟ اجيب الراوند بير وافوت الراوند بير. وظيفته يسوي لي انيشال انتري. الراوند بير وظيفته انه انا اول شيء ادخل بالتو ستراكشر، لازم ادخل انا براوند بير لازم. فراح ادخل براوند بير وين؟ بالفوسات الثلاثه الموجوده بالاكلوج سيرفس. كم فوسة أنا عندي بالأوكلوجر سيرفيس؟ عندي الميجيال تراينجلر فوسة، عندي السنترال فوسة، عندي الديستال تراينجلر فوسة. ثلاث فوسات عندي. أجيب الراوند بير وأفوت بالثلاث فوسات الموجودة بالأوكلوجر سيرفيس مال المولر. إيش قد أفوت؟ لازم أفوت أن واحد ونص ملم 1.5 ملم. ليش؟ لأن ال 1.5 ملم هو هذا أقل ثيكنس للأملجم to resist the fracture. هذا أقل ثيكنس للأملجم حتى ما تنكسر، وهذا اسمه resistance form. الأملجم تحتاج ثيكنس حتى ما تنكسر لأن هي متل. أقل ثيكنس للأملجم حتى ما تنكسر لازم واحد ونص، يعني لازم انت تحفر واحد ونص بالتو ستراكشر حتى يجي يتعوض بالأملجم. يعني الكريز مالتي اذا واحد ملم ايش قد افوت؟ افوت واحد ونص. تفوت بعد نص زياده حتى اذا الكريز مالتك واحد ملم. ليش؟ لان الأملجم واحد ملم تنكسر ما تتحمل. زين اذا الكريز مالتي ملم لازم افوت واحد ونص حتى الأملجم ما تنكسر. زين الكريز مالتي 3 ملم 4 ملم لا بذاك الوقت انت تفوت براحتك بعد. زين تفوت براحتك، بس اذا الكريز مالتي 3 ملم شو اسوي؟ افوت 3 ملم؟ لا 1 ملم احط سمنت وارجع 2 ملم للأملجم، لان الأملجم اقل ثيكنس تتحمله هو 1.5. اكو تكست بوك تقول لك من 1.5 الى 2 ملم. زين هسه انا راح افوت بالراوند بير. زين ايش قد؟ 1.5. شلون اعرف انا فجت 1.5؟ ايش بدريني؟ المفروض اني قبل يوم من جاي اشتغل على البيشنت، قبل يوم البارحه بالليل انا جايب البيارات مالتي وقايس الراوند بير الهيد مالته ايش قد؟ واحد؟ واحد ونص؟ 2 ملم؟ فالمفروض انا الراوند بير اقيسه بالبريودنتال بروب او بمسطره واشوف ايش قد طول الراوند فقط الهيد، ايش قد هاي الطوبه ايش قد طولها؟ اذا واحد ونص طلعت معناه افوت بالهيد مال الراوند بير كله. بس بالهيد، يعني بس الهيد يدخل. زين
واذا لا والله مثلا الهيد مالتي واحد افوت واحد الهيد وادفع بعد شويه حتى احصل واحد ونص، لازم افوت واحد ونص. فش اسوي الراوند بير انا قايسه واحد ونص، قست اليوم طلع مالتي عندي بالفعل انا بيرات صدق قايسه، الراوند بير عندي اني واحد ونص قايسه، والفيشر بير عندي ثلاثه منهم قايسه اني مالاتي بيرات يعني استغل بهم من جنب طالب. فافوت بالراوند بير بيمين بالثري مين فورس ميجيال ديستال سنترال جيد واحد ونص، شلون عرفت؟ لان انا قايس راوند بير وخلي راوند بير يدخل كله. اوكي فتت، صار عندي ثلاث طوبات على الاوكلوجن سيرفس، اشيل الراوند بير واذبه، خلصت وظيفته بعد، بس دخل بير، بس دخلت بي ار، ذبيت الراوند بير. اجي هسه اجيب الفيشر بير. الفيشر بير يا جماعه عاده والمتعارف عليه اغلب الفيشرات بير طوله 3 ملم، فلازم الفيشر بير جدي يفوت لازم افوت بنصه اللي هو واحد ونص. اذا فتت بالبير كله راح تحفر بالفلور وتقصه انت. زين صار هسه عندي اني اوكلوجن سيرفس ب ثلاث طوبات. شوف دكتور شوف افوت، ها بالمناسبه هذا يسمونه 330 245 بير، اسمه 245. شوف باعله هو عباره عن تيبر نفس الانفيرتد كون بعد وراوندد من جوا مالته راوند اند نفس الراوند بير يعني ميجوس يقص راوند لاين انجل وفشر طويل ستريت فشر. شوف اذا تلاحظ هذا عاده طوله 3 ملم، فاللي يفوت يفوت بنص البير، طوله هذا 3 ملم يفوت بنص البير وين؟ بالفوسات. هسه جبت الفشر بير مالتي وراح ابدي اوصل بين الطوبات اللي سويتهم بالراوند بير، امشي من الميجيال للسنترال ومن السنترال للديستال، او امشي من الديستال للسنترال ومن السنترال للميجيال، يعني ابدا من الاطراف واروح للطرف الثاني ما ابدا من السنتر الطرف واروح. راح افوت الفيشر بير وبدون ما يطخ بالفلور حتى لا انزل زايد، وابدي اوصل بين هاي الطوبات اللي سويتهن. بس شلون اوصل؟ ابدي اخذ بالسنترال جروف، امشي بالسنترال جروف اللي هو مليان شنو؟ مليان كاريز، لان يعني هو كلاس 1 هو عباره عن بيت اند فيشر. ابدي اخذ بالسنترال جروف من الميجيال للسنترال فوسي تاتش باي تاتش، اكل كانما تاتش باي تاتش تاتش باي تاتش، مو جره وحده لا تاتش باي تاتش، اكل قاعد على كيفي طخه ورا طخه، وامشي وي مسيره السنترال جروف. يعني مو امشي بكيفي ستريت، لان السنترال جروف يا جماعه السنترال جروف بالحقيقه بالاوكلوجن سيرفيس شكله زيجزاج على قول طلابي، زيجزاج اور كيرف مو ستريت، فلازم انا من امشي وي السنترال جروف امشي بشكل زيجزاج وي السنترال جروف وبشكل كيرف حتى اسوي اناتوميكال بريبريشن، لان انا اذا سويت ستريت مشيت بشكل ستريت راح اقصب لي كاسبات، فراح اوصل بين الطوبات اللي سويتهن اني بشكل زيكزاك وي السنترال جروف بشكل كيرف. اوكي وصلت بيناتهم من الميجيال للسنترال، من الميجيال ومن السنترال للديستال بالفيشر بير، وباوع حس على الاوكلوجر سيرفيس اباوع شفت عباره عندي عباره عن كافيتي شكله كيرف ماشي وي السنترال جروف، الدبث مال هذا الكافيتي هو 1.5 ملم. زين 1.5 ملم اذا قستها من السنترال فوسا وانت نازل، لكن هذا الدبث مال الكافيتي 1.5 اذا قسته من السنترال فوسا للفلور، لكن اذا قسته من الكاسب تيب هو 2 ملم. اوكي يا شباب خاف شفتوا 2 ملم او شوف 1.5، 1.5 من السنترال فوسا، اما من الكاسب تيب فهو 2 ملم، او من الكاسبات هو 2 ملم يطلع الكافيتي مالتك. وعرفت ليش 1.5؟ اي نعم، من هذا اقل ثكنس للامالجم حتى ما تكسر. شوف دكتور تعال شوف تعال شوف هسه انا فتت بالراوند بير ووصلت بي مين بالفيشر بير، وين مشي الفيشر بير؟ الفيشر بير مشي بكل جروف عندي موجود اللي هو عاده عندي انا ساترال جروف وكذلك عندي باكل والليجوال جروف. شوف دكتور مشي البير من الميجيال للساترال، شوف شكل كيرف حتى حافظ على الكاسفات، هذا كله كيرف
مشيت. بس عندي هنا شيء يسمونه بكل جروف فاصل بين البكل كسب، وعندي هنا لينجوال جروف فاصل بين اللينجوال كسب. عادة الكريز ترى هم يصعد، لأن هذا فشر هم يصير بكريز، يعني الكريز يصعد لك منه والكريز يصعد لك منه بديهيا. هذا فش سوى أنت أثناء ما قاعد تأخذه شفت إنه الكريز صاعد، تسوي إكستنشن إليه هم بالفشر بيرو أصعد على هذا الجروف وعلى هذا الجروف بمقدار واحد ملم، وإذا كريز امتد أكثر امتد أكثر. تعال شوف الكافيتي، الكافيتي مالتي هسه واحد ونص، واحد ونص هو هذا ايش قد يعني فايت انت؟ ترى الواحد ونص هاي مو بالدنتين، لا هاي بالانامل، لان احنا التو ستراكشر يتكون من انامل وجوه دنتين. فالواحد ونص تقريبا يطلع انت فايت 0.2 الى 0.1 بالدنتين، يعني الفلور مالتك الفلور مال الكافيتي راح يكون قاعد على الدنتين، بس الوول مالتك هي بالانامل. شوف الفلور مالتك هو عدنتن، بس الوال هي على الانامل، فالواحد ونص تطلع تقريبا 0.1 او 0.2 بالدنتن. مو من اقول لك واحد ونص وانا تقول لي بالدنتن، لا لا، لان احنا ما فتنا بس بالدنتن، احنا عندنا انامل وعندنا دنتن، فتنا بداية انامل وانتهينا جد جد واحد ونص. فالانامل هذا كله هو تقريبا 1.2 1.3، وال 0.1 هو بالدنتن، لهذا الفلور مالتك دائما يكون عدنتن. وهو هذا الاستنتج ديفيد كلاك بالبحث مالته، قال يابا يا جماعه الشاب لاين انجل اللي يصير بيها الفراكشر والكراك انيشيشن والكراك بروبيجيشن هاي عاده تكون بالدنتن مو بالانامل. ليش؟ لان الفلور مال الكافيتي هو بالدنتن. فهاي واحد ونص اللي هو هذا اقل ثكنس للامالجام تو ريزيست فراكشر. زين وصلت بيناتهم؟ اي وصلت. هسه شو اسوي بعد ما وصلت اني بالفشر بير وسويت انفولفمنت لكل الفشارات اللي عندي، لكل الجروفات اللي عندي، لكل البتات اللي عندي؟ اجي اذب الفشر بير واجيب الانفيرتد كون بير. حتى شو اسوي الانفيرتد كون بير؟ حتى اسوي سموث اند فلات بالبل فلور، حتى اسوي سموث اند فلات بالبل فلور. ليش انا اسوي سموث وفلات بالبل فلور؟ لان اذا انا سويت البلب، اذا عرفت البلبل فلور بشكل راوندد، لان انا بالبدايه فت براون بير بهذا الشكل، من راح تجي الفورس على الاملجم من هاي من هذا الاتجاه، راح الاملجم تحاول تطلع من هذا الاتجاه اللي انا راوندد، من السلط فورس هنا الاملجم راح تحاول تزلق وتطلع منها، فمن ينتقل الفورس لهذا الاتجاه وتبدا تطلع، ما تقدر تطلع كافه الكسب، فتبدا تكسر بالكسب. بينما اذا كان الكافيتي ما تفلات كلها قطعه واحده بشكل مربع، واجي اسلط فورس، الفورس راح تتوزع على كل التو ستراكشر وتقاوم لك الفراكشر. من اسلط فورس بسم الله راح تتوزع على كل الاتجاهات، بس من اصلت فورس بالراوندد لا، الامالجم تريد تطلع منها، هيش تريد تزلق وتطلع، وصلت فورس على الكسب وتكسره. اذا الفلات والسموث بالبل فلور هو عباره عن شنو؟ هو عباره عن ريزيستنس فورس. زين اوكي، اني اقدر اسوي الكافيتي مو راوند اوكي، بس طبقات، يعني انزل هنا انا 1 ملم وانزل بهذا الاتجاه 2 ملم وانزل بهذا الثاني مكان 3 ملم، راح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي الكافيتي كانما بشكل طبقات الفلور. فمن راح تجي الاملجم راح تجي منطقه عاليه ومنطقه ناصيه، منطقه عاليه ومنطقه ناصيه، وهذا راح يسوي لك ويكنك بالاملجم نفسها، لان الاملجم شويه هنا راح تنكسر. فاني اريد من اسوي فلات اند سموث بالبل فلوم، اريد احصل على يونيفورم ثيكنس للاملجم، اريد الاملجم كلها تجي قطعه واحده حتى ما تنكسر. فهسه عرفنا السموث والفلات بالبل فلور حتى تتوزع القوه كلها بشكل صحيح والاملجم ما تطلع منها وتكسر السن واحد، وحتى الاملجم تجي تصير كلها يونيفورم ثيكنس، كلها تكون ثيكنس واحد وشكل واحد حتى ما تنكسر. اذا هسه صار عندي
صار عندي depth 1.5 هو عبارة عن resistance form. أنا قاعد أحقق هسه principles. ال depth 1.5 هو شنو؟ هو resistance form. والفلات and smooth pulpal floor هو شنو؟ هو resistance form. وكل واحد عرفنا السبب مالته ليش؟ ليش 1.5؟ حتى الأمل هذا أقل thickness الأمالجام حتى ما تنكسر. ليش فلات وسموث pulpal floor؟ حتى لا التو structure ينكسر ولا الأمالجام دي تنكسر. زين. بس أنت صار لك ساعة تسولف لي بالresistance. تعال سولف لي عن retention. أنا هم أريد retention للأمالجام. واحنا نعرف انه الريتينشن بالاملجام هو عباره عن ميكانيكال ريتينشن، يعني انت لازم تسوي اندركات اندركات بالكافيتي مالتك حتى الاملجام ما تطيح. شو تسوي انت؟ احنا مو بيدنا هسه وصلنا لمرحله الانفيرتد كون بير. اي نعم. الانفيرتد كون بير شو شكله يا جماعه؟ شكله مثلث او هرم، تقريبا شكله هرم قاعده وابكس. الانفيرتد كون شو يسوي لنا؟ مو قلنا يسوي لنا سموث اند فلات بالبل فلور؟ اي صحيح. زين هو مو شكله هرمي؟ اي نعم. وانت الوول مالاتك هسه شو شكلها؟ الوول الاكزيال وول البكل واللينجوال وول شكلها ستريت، لان انا بالبدايه قصيت من وصلت مو وصلت الفيشر بير؟ اي. والفيشر بير من راح يقص شو عفره؟ عفره ستريت وول. وهذا ستريت يضطر تنشن؟ لا ما يضطر تنشن. فاثناء ما انا عندي الانفيرتد كون بير وقاعد اسوي سموث وفلات بالبل فلور، اخلي الانفيرتد كون بير اوصله يم البكل واللينجوال وول واخلي شويه طخلي من جوه. الوول مو ستريت؟ اي ستريت. والانفيرتد كون شكله مثلث، فايش راح يسوي الانفيرتد كون؟ راح يقص فقط من جوه من هنا بس، يقص من جوه من اللاين انجل من الفلور، قريب على الفلور. راح يقص له من هنا ومن هنا بس من جوه، الوول ما يقص بهن. فراح يسوي لي هنا اندر كت وهنا اندر كت، هذه يصير هنا عندي اندر كت، فتجي تقعد الاملجم هنا وتكون مثابه قفل، الاملجم بعد ما تقدر تطلع. ليش؟ لان انت سويت لي اندر كت بالانفيرتد كون من جوه. فالانفيرتد كون انت ما تخليه يقص لك بس، هو لا تحاول انت تقص. خليه هو يقص، هو شكله مثلث، هو شكله هرم. خليه هو يقص وهو يكون لك الاندر كات. لا تسويها انت. هو هاي وظيفته احنا ما علينا بي. فراح يكون لك اندر كات. راح يسوي لك البكل واللينجوال وول كونفيرج. هذا اللي قاعد اشوفه الوول، هذا كونفيرج. الانفيرتد كون راح يسوي لك البكل واللينجوال وول بشكل كونفيرج. زين. شلون اعرف انا سويت الاندر كات وسويت ريتينشن وخليت البكل واللينجوال يكون كونفيرج؟ من اجي اتفرج اوكلوجالي، من اجي اباوع السن من الاوكلوجال سيرفس من فوق، اجي اباوع السن من فوق. اذا شفت البكل واللينجوال وول شفتهن، فهذا انت مسوي دايفيرج وهذا ما يضطر ريتينشن للاملجام. بس اذا اجيت اتفرج اوكلوجالي وما شفت الوول، ما قاعد اشوف البكل واللينجوال وول، قاعد اشوف فقط الكافو سيرفس مارجن، فمعناه انت مسوي البكل واللينجوال وول كونفيرج ومسوي اندر كات ومضطر تيشن للاملجام. خلاص انت تضطر تيشن بعد الاملجام بعد ما تطيح. شوف دكتور هاي الاندر كات. هسه اذا باوع عاني من النام الاتجاه ما راح اشوف هذا. ليش؟ لان هذا داخل لي جوا بس هالطالع لي، بس الكافو سيرفس مبينه، هاي كافو سيرفس، هذا كله خات الجوا هاي، فما راح اشوفها. فمعناه انا مسوي كونفيرجنس وول، انا مسوي اندر كات، انا مضطر تيشن للاملجام. زين هذا الحكي بكل ولينجوال وول لازم يكون كونفيرج حتى يضطر تيشن للاملجام، حتى الاملجام ما توقع. والميجيال والديستال وول شنو سالفتهن؟ الميجيال والديستال وول شو يقول لك؟ شوف الميجيال والديستال وول اللي هو راح يكون يم الميجيال مارجنال رج ويم الديستال مارجنال رج، يقول لك هنا لازم تجي تشوف الثكنس مال المارجنال رج الباقيه ايش قد عندك. الايديال ثكنس للمارجنال رج بالمولر لازم تكون 2 ملم. يعني انت متحفظ شو بتسوي؟
شوف هسه هذا بكل وليجوال وول لازم يكون كونفيرج مع اللي يبيه. هذا الميجيال وهذا ديستال وول. الثيكنس مال المارجن بس هاي بس هاي هاي من هنا لهنا. الايديال ثيكنس للامل للمارجن لازم تكون 2 ملم بالمولر. اذا عندك ثيكنس 2 ملم سوى الميجيال والديستال وول ستريت عفوا ستريت وبديهين هن ستريت لان احنا قصيناها في شربيط يعني بعد لا تلعب بهن لا توصل لهن. الميجيال والديستال وول اذا كان الايديال ثيكنس مال مارجن ريج هو 2 ملم خلي الميجيال والديستال وول ستريت زين. اذا اذا المارجن ريج اقل من 2 ملم سوي الميجيال والديستال وول دايفيرج. يعني شنو دايفيرج؟ يعني من اتفرج عليها اوكلوجال يكون اشوف الميجيال والديستال وول دايفيرج بهالشكل. هذا دايفيرج اسمه، هذا اسمه كونفيرج. هسه احنا قاعدين نبوع ميجيال وديستالي، عفوا قاعدين نبوع بكالي اندلينجوالي. هذا الميجيال سيرفيس وهذا الديستال سيرفيس لازم يكون دايفيرج. ليش؟ لان اذا سويت كونفيرج بهالشكل هذا راح يكون unsupported weak to structure وينكسر. واحنا اتفقنا اي شيء ينكسر هو عباره عن resistance form. فاذا انت سويت هذا دايفيرج راح ينكسر. لان ليش؟ لان هنا الثيكنس قليل من التو ستراكشر، اقل من 2 ملم، ما يتحمل التو ستراكشر ينكسر، ما يتحمل الفورس اوف ماستيكيشن، ما يتحمل الامالجام. فاذا الثيكنس مالتك 2 ملم سوي ستريت، اقل من 2 ملم سوي دايفيرج. واذا اكثر من 2 ملم مثل 5 ملم 6 ملم المارجن رج ذاك الوقت سوي كونفيرج وحصلت ايش. هذا الشكل لازم انت تسويه بالبكل واللينجوال وول اللي هو الدايفيرج. من اتفرج ما اشوف الوول لان خالت لا جوه. هذا الشكل لازم تشوفه تسويه بالميجل والديستال وول اللي هو الدايفيرج. يعني من اباو اوكلوجالي اشوف هذا الوول كله. بس بديهيا يا جماعه انا شو اسوي يعني الامانه دائما الميجل والديستال وول اسويه ستريت واخلص. لان هاي الدايفيرج والكونفيرج شويه صعب. خاف تاخذه هواي وتسوي ويكنج بالمارجن رج وتتحول كلاس 2. فدائما انا اقصر بفيشر بير واسوي ستريت واخلص. الستريت هو ايديال. اذا قصيت سويت دايفير لازم تدري شو تسوي هنا لازم؟ تدري ليش تسوي؟ لازم تجيب الفيشر بير وتعوجه ب 45 وتقص، وعاده الفيشر بير ما سيطر عليه فيقص لك هوايه ويكسر لك المارجن رج ويخرب من كان كلاس 1 صار كلاس 2. فدائما سوي ستريت واخلص. هسه الميجيال والديستال وول لازم يكون ستريت اور دايفيرج وهذا عباره عن ريزيستنس. زين شوف هذا يسمونه 245 بير. هذا اللي هو هذا 245 هذا 330 هذا فيشر بير طوله 3 ملم بعد وتيبرد صار مثل الانفيرتد كون بعد والنهايه مالته فلات مثل الانفيرتد كون حتى اسوي لك فلات بلبل فلور بعد وما بيش الزوايا مالته التقاء الاكسيال وول والفلات اند هي راوندد. شوف النهايه هاي هنا راوندد فبس تسوي لك شارب لاين انجل تعرف لك اياها كلها سموث. لهذا هذا البير للامانه ايديال. هذا 245 وهذا 330 فهسه هذا طوله 3 ملم. ايش قد افوت؟ لازم افوت بنصه. فت بنصه سويت هنا فوسه وهنا فوسه وراح شو اسوي؟ اوصل بيناتهم وهو اثناء ما يوصل وهو فلات راح يسوي لك فلات بلبل فلور وفتت بالفشات والجروفات وهو اصلا تيبرد منا ومنا فراح يسوي لك كونفرجنس بالباكل واللينجوال وول. بس الميجل والديستال وول ما راح يسوي كونفرج لان هو اصلا كونفرج ما راح يسوي دايفرج لان هو اصلا كونفرج. فلازم تميل شويه حتى تسوي الميجل والديستال وول بشكل دايفرج حتى تسوي بهذا الشكل. فلازم تميل شويه وعاده بتميل شويه ترى هذا راح ياخذ هواي. لهذا انا افضل اسوي ستريت. شوف هسه باوع هذا كونفيرج وهذا كونفيرج وهذا فلات بلبل فلور. تعال هنا نشوف هذا الاوت لاين فورم فور كلاس 1 على البريمولارات. الايديال ثيكنس مال المارجن رينج بالبريمولر هي 1.6 ملم. الايديال ثيكنس مال المارجن رينج بالمولر كانت 2 ملم بس بالبريمولر هي 1.6. سويت هاي الخطوات كلهن؟ اي نعم. سويت فلات بلبل فلور وسويت الكونفرجنس وحطيت اخذت روتيشن وسويت الدايفرجنس على مود الريزستنس. هسه هنا اجي اتشيك
المسافه بين الكسبات، ايش قد هاي الكسب منها من الكسب تبقى قيسه من الكسب من هذه الكسب تب هذه، ايش قد هاي المسافه ربعها لازم يكون الوث. والامانه هذه ما تقدر تعطيها قيمه، يعني ما تقدر ايش قد تقول ايش قد 1 2 ملي ما نقدر. ليش؟ لان هنا المسافه بين الكسبات تختلف من بيشت لبيشت، من سن الى سن، من مولر لمولر، من البري مولر كذلك. فهو يقول لك 1/4 intercuspal distance، هو هذا عباره عن resistance form. بس للامانه انا شو اسوي حتى اتاكد انا مسوي كون مسوي وث؟ دائما اعتمد على convenience form، اجيب small condenser حتى شيء convenience form، افوت small condenser هنا عليه. اذا فات اصغر كوندنسر بالفلور كله خلاص هذا الوث انا اشوفه كافيتي، الوث مال الكافيتي ما اشوفه كلش كافي اناف ممتاز، ما يحتاج بعد اخذ زايد. ليش اخذ زايد واسوي ويكينج وهو اصلا الكافيتي مالتي شويه ديستركتيف؟ يعني انا هواي اخذت النسن على مود الامل جو، حس التعال باوعني قاعد هسه هذا مطر شنو هذا اوكلوجر قاعد اتفرج هسه قاعد اشوف البكل واللينجوال وول اشوفهن الاكزيال الداخليات؟ لا ما اشوفه، اشوف بس هذا الخط. هسه انا قاعد اشوف بس هذا البابولا فلورد بالداخل، وهذا الخط اللي هو شو يسمونه احنا سمينا هذا الخط سمينا الكافو سيرفيس مارج، بس هذا اشوفه. شنو معناها؟ معناها انا مسوي البكل والليجوال وول كونفيرج ومضطرت ايش هاي الاربع خطوات اذا سويت هذا اللي لازم اسويهن اوتلاين resistance form, retention form, convenience form. هذين يسموهن initial tooth preparation أو primary tooth preparation. لازم أسويهن بغض النظر عن الكريز. يعني الكريز واحد أسويهن كلهن بني لازم أفوت واحد ونص وأسوي. الكريز أكثر ما علي يبي أسويهن. شوف هسه واضحين أول أربع نقاط، أول principles، أول أربع principles واضحات. تعال سولف لي على النقطة الخامسة اللي هي ريموف ذا ريمينينج كاريز. شو هان شوف دكتور اوكي جيد حلو هاي هاي الستايل. باع الدبث ايش قد الدبث؟ 1.5 دبث اوف بريبريشن. ليش؟ لان هو هذا المينيموم ثيكنس فور امالجام تو ريزيست فراكشر. الفلور شلون شكله؟ فلات اند ستريت. باع ايش قد انت فايت بالدنتين 0.5 الى 0.2 حسب هاي الكافو سيرفيس مارجن. الكافو سيرفيس مارجن مالتك لازم تكون 90 درجة. الكافو سيرفيس مارجن هذا الزاويه هنا عندك لازم تكون 90 درجه. بس ايدك تركز لي على نقطه مهمه. هسه هذا مو اكزيال وول، هذا اكزيال وول، وهذا شنو؟ بالبل فلور. هذا الزاويه بين هذا الوول الاكزيال والبالبل فلور من تقص بالانفيرتد كون راح تكون شارب. وانا لازم واحنا ايش قلنا اي شارب لاين انجل هي عباره عن ستريس كونستريشن اريا، وهي عباره عن منطقه كراك انيشيشن وكراك بروبيجيشن. فلازم ايش اسوي لها؟ اسوي لها راونديشن، راوندد لاين انجل. اسوي هي باقي 90 بس راوندد. شلون اسوي لها راوندد؟ اجيب الراوند بير، سمول راوند بير، واحطه بالهاند بيس، واجي يم الزاويه بس يم اللاين انجل بالزاويه يم الزاويه بين الاكزيال وول والبالبال فلور هنا، واستخدم بنسل تاتش. بنسل تاتش يعني شنو؟ بنسل تاتش البنسل هو قلم رصاص والبن هو عباره عن قلم جاف. الفرق بينهم شنو؟ انه القوه اذا سلطت قوه على البنسل على القلم الرصاص والقلم الجاف نفس القوه، القلم الرصاص راح ينكسر. ليش؟ لان هو شويه ارق من قلم الجاف، فلازم تسلط قوه خفيفه على القلم الرصاص حتى التب مال القلم الرصاص ما تنكسر. اذا شنو معناها؟ معناه الفورس اللي راح اسلطها هنا أنا هي ارق من الجنتل فورس. يعني القوه اللي سلطها انت على القلم الرصاص حتى تكتب بالقلم الرصاص ايش قد؟ نفسها لازم اسلطها على الراوند بير حتى تسوي راونديشن لللاين انجل. لان اذا سلطت جنتل فورس راح تحفر لك زايد، راح تاخذ اكثر من البكل واللينجوال وول ومن اللاين انجل ومن الفلور. فالبنسل تاتش هي عباره عن قوه جدا رقيقه اسلطها على الهاند بيس والراوند بير واسوي تاتشز بسيطه حتى يصير عندي راوند لاين انجل. اذا سويت هاي الخطوه
بعد انسى شيء اسمه كراك انيشيشن كراك بروبيجيشن وفراكتشر. بعد انسى شيء اسمه الاملجام تكسر السن. ليش؟ لان السر بهاي الخطوه هي بالراوندد لاين انجل داخل الكافيتي. بس هاي بديهيا فوق نقدر نسويها. اي شرب انجل اشيلها او اسوي لها راونديشن لان هذا خارج. بس المشكله هنا اذا سويت شرب راح تفطر السن بهذا الاتجاه، راح تكسر لك السن من ده. بس اذا صارت راوندد بعد بتكسر السن. وهو هذا السبب انه اكو ناس عندهم حشوات، عندهم املجام ريستوريشن، املجام فولك صار هالسنين بعد في صار 30 سنه. ليش؟ لان هو سوى راونديشن لللاين انجل بعد ما عنده فراكشر. زين، فهسه يا جماعه انا طبقت هاي الخطوات اربعه ونزيت واحد ونص وسويت فلات بالبل فلور وشلت اي جروفات وشيكت اوت كان في كونفينيس فورم جت سمول كوندنسر وفات فات عند سمول كوندنسر. بس قاعد اتفرج على الفلور مال الكافيتي واشوف سبوتايات سبوتايتين سود ما اعرف شنو هاي. هل هي كريز؟ ما ادري. اجيب الفيشر بير اجيب البروب وامشين على هاي السبوتايات. اذا فاتت سموث هاي السبوتايات طلعن سموث فهذا احتمال ديسكولوريشن. بس اذا هاي السبوتايات صار بهن كاتش مثل هذا السبوتايه صار بها كاتش شنو معناه؟ معناه هذا كريز. ايش اسوي؟ شوف دكتور ايش اسوي؟ ما انزل بالفلور كله، لا انزل بس بهاي السبوتايه بس بهاي ويبقى الفلور ايش قد؟ واحد ونص. ونزلت انا بهاي ما علي كافيتي ما تبقى واحد ونص، نزلت بس بالسبوتايه. انا عندي سبوتايتين نزلت بالسبوتايتين بس وهاي السبوتايتين نزلت بهن احطهن سمنت احط لهن سمنت حتى ارجع كل الكافيتي واحد ونص. هذا واحد ونص بس انت نزلت هنا ايش قد نزلت؟ مثلا نزلت نص فصار هاي كلها اثنين وهذا واحد. ما اقدر احط الاملجام ما يصير يونيفورم ثيكنس وانا اصلا قريب على البط هنا فاحط هنا سمنت او بوينت خمسة وارجع الفلور والكافيتي مالتي كلها واحد ونص واحط الاملجام. هذا اسمه ريموف ذا ريمينينج كريز. هذه الكونسبتس اللي حكيناها هسه. النقطة الخامسة اللي هي بالبرنسبلز اللي هي اسمها remove the remaining carries. اذا عندي carries اشيله شلون؟ انزل بس بالسبوتاية واعوضها سمت وارجع الكافيتي مالتي كله كدبث واحد ونص. النقطة السادسة اذا كانت عندنا لا تتذكرون هي عبارة عن finish the enamel walls. اذا عندي هنا unsupported enamel اشيله، اذا عندي هنا الكاف والسيرفس كانت sharp angle اشيلها واسويها rounded اسويها 90 بس راوندد. اذا عندي unsupported enamel اشيله واللاين انجل مال كافيتي شارب لازم شو اسوي لهن؟ راونديشن وراح اغسل الكافيتي. زين، هذا هو الاوت لاين فورم للكلاس 1 للبري مولر ابر للمولرات كذلك لللور مولر للانتيريور تيث. هذا عندي هنا قلنا عندي سبوتايه الباكل بيت كذلك افوت بها بزاويه 45 بالفيشر بير واسويها بشكل تراينجل واحطها املجام. ان شاء الله مهمه عندي اللي هي اللور فور. الجماعه اللور يا جماعه اللور فور اللي هو عباره عن اللور فيرست بري مولر مهم جدا. ليش؟ لان اللور فور بي شغلتين. اول شغله انه هو بي تو فوسات وبي ترانسفيرس ريدج بس وول فورمد. يعني شنو يعني قويه؟ الترانسفيرس ريدج هنا شويه نوعا ما قويه كلش. فاذا عندي كريز على جانبين الترانسفيرس ريدج من هنا ومن هنا والترانسفيرس ريدج بعد يساوند ما بيها مشكله، اسوي تو كافيتي بس بالفوسات ما اضرب الترانسفيرس ريدج. الترانسفيرس ريدج ما عليها اذا عندي كريز بس هنا انا وهنا انا بالفوسات افوت بس بالفوسات واعوف الترانسفيرس ريدج ساوند واسوي تو كافيتي واحط املجا منا ومنا. لان اذا وصلت بين الترانسفيرس ريدج راح يسوي لك ويكنج بالتوث ستراكشر. هاي ترانسفيرس هي اللي مقويه السن، اذا ضربتها راح تضعف السن. فاذا ما بيها كريز ما اضربها، فقط افوت من هنا وافوت من هنا. واسوي كافيتي من هنا وكافيتي من هنا واملجام من هنا واملجام من هنا. لا والله الترانسفيرس بيها كريز، كل هذا فايت كريز بذاك الوقت افتحها كلاس 1 عادي من الفوسه للفوسه. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه يا جماعه وجدا مهمه هذه للامانه جدا مهمه.
المشكلة اللور فور باستثناء اللي هو شنو؟ اللور فور الباكال كاسب أعلى من اللينجوال كاسب، الباكال كاسب أعلى من اللينجوال كاسب. فبديهيا احنا عندنا جو الكاسب بالأناتومي مال المرحلة الأولى، الكاسب جواه شيء يسمونه البالب هورن. الهورن هو عبارة عن المدخل للبالب تشامبر. والهورن موجود جوا كل كاسب، فالباكال كاسب جواه باكال هورن. واللينجوال كاسب جواه لينجوال هورن. ما عندي سؤال. الباكال كاسب جواه باكال هورن واللينجوال كاسب جواه لينجوال هورن. فإذا نزلت واحد ونص بشكل ستريت، بشكل ستريت راح أضرب الباكال هورن. ليش؟ لأن الباكال هورن أعلى من اللينجوال هورن، فراح أسوي له إكسبوجر. بهيج حالة لازم أفوتن أني أصلاً بزاوية 45، أحط البير بزاوية 45 وأفوت. ومن أسوي البلبل فلور، البلبل فلور لازم يكون سموث أوكي وفلات بس إنكلايند بهذا الاتجاه. يعني البلبل فلور لازم يكون إنكلايند من البكل للنقوال، ما أقدر أسوي ستريت بهذا الاتجاه. ليش؟ لا راح أضرب البكل هون وأسوي إكسبوجر، فلازم أسوي إنكلايند. للأمانة مرحلة ثالثة امتحان مد طبعا، كل واحد كان عنده سن امتحان. أنا وجروبي وقع علينا اللور فور، أعطانا الدكتور لور فور وقال يا جماعة هذا اللور فور سووا ليه كلاس ون، وإحنا كيفنا الأمانة صدق كيفنا. ليش يعني؟ هذا شيء أذكره بس، يعني ما شيء أذكر أعرف غير شيء. فسويت إنكلايند. ليش؟ لأن كنت خايف خاف أسوي إكسبوجر إذا سويته فلات. فأثناء هاي الهوسة شيت متوتر، فصحت الدكتور قلت له دكتور والله ما شوف الكافيتي، هو كان امتحان مت ما يصير يشوفه. فهو أجي شافه وسكت قال كمل ما يصير. شوف هذا أول ما دروج الدكتور كان يقول طلاب انتبهوا، تبع على الشغل مالتك لا تخاف كمل الشغل مالتك. هو قال انتبهوا على الشغل، أنا توقعت الكيس مالتي فيلير. ما هو عادة الدكتور من يشوف عندك شغلة ويدروج شو يقول انتبهوا على هذا الشغلة، معناها أنت معناها عندك مشكلة، معناها عندك غلط، وهذا شيء بديهي كلنا نعرفه. لهذا إحنا حتى مجنا طلاب نخاف من يجينا دكتور نضم السن نضم الورقة حتى لا يشوف، بس يشوف راح يقول انتبهوا على هاي النقطة، معناها أنت حالة خطأ. فالأمانة بوقت قلت والله والله يا أحمد أول مرة راح ترسل بعدك ما شايف الرسوب، يلا راح أشوف الرسوب السنة. اوكي فخلصنا طلعنا. بعدين عرفت من جماعتي انه مثلا اذا ما يصير اضرب ترانسفيرز ريج ما يصير اسوي هيك شيء، عرفت. بس انا جيت انه مسوي هاي النقطه اللي هي انكلايند. اجي الدكتور وقال فيليرات هيك وهيك مسوين هاي النقطه ما مسوين هيك، ليش مو متعلمين احنا وهذه؟ فكنت قال اكو طلاب والله مسوين كافيتي ممتاز، يعني اكو طلاب مسوين كافيتي اخصائي 20 سنه ما يعرف يسوي هيك كافيتي. راحت ايام، اجت ايام كان تجي درجه العملي مال اوبر الاوبراتيف يا دكتور سعد عادل باقي 90% اعلى طالب بالاوبراتيف. عرفت بوقتها ان الكافيتي مالتي كان صح وان الابروش مالتي كان صح. ليش؟ لان انا اعرف ان البكل هو اعلى من الليجوال هورن. يا جماعه هنا يدخل عندك موضوع الدنتال اناتومي. لهذا مرحله اولى يقول لك ركز على الدنتال اناتومي يفيدك بعدين بالاوبراتيف. أنا لو مسوي لو هذا بيشت حقيقي وأنا مسوي فلات ستريت كان ضربت الباكل هورن وسويت إكسبوجر وحولت أنا من أوبراتيف إلى عنده. الكيس مالتي أدرسها، البيارات أحفظهم، الإنسترومنتس أعرفهم، أنا وياهن واحد. أنت تريد الأملجام تقعد سنين طبقها بالبرنسبلز، سوى هاي البرنسبلز. لا تروح تقول لي الأملجام بيها مشكلة، الأملجام ما بيها مشكلة، المشكلة بينا، مشكلة بالكافيتي مالتنا. زين هذا لور بريمولر، لو هذا لور 5 بي جروف هنا مرات هذا الجروف يصير بي كاريز، فمرات احنا نسوي الاكستنشن بوث باكل او لينجوال. اخر كيس هذه الابر 6، الابر 6 يا جماعه بي شغله حلوه بشيء يسمونه اوبليك ريج. هذا الاوبليك ريج جايه من الديستو باكل كاسب رايحه للميجو لينجوال كاسب. هاي الاوبليك ريج وول ديفلوبد وساوند. فيا جماعه اذا ما بيها كاريز نفس الفكره، اذا ما بيها كاريز لا تسوي لها انفولفمنت، لان راح تسوي ويك
كينج بالتو ستراكشر، فسوي هنا كافيتي وهناك، او اذا اكو هناك كاريس سوي هناك كافيتي. فقط في حال الجروف العابر لك الديفلوب الاوبليك ريج بيكريز بذاك بذاك الوقت تفتح كلاس 1 عادي. فقط اذا الاوبليك ريج ساوند لا تفتحها راح تضعف السن. وهذا ها مرات اكو هذا هنا عندك احنا عند لينجوال جروف هذا مرات يصير بيكريز، وسوينا احنا نسوي له هنا اكستنشن اكستنشن لينجوال يعني كلاس 1 وذ لينجوال اكستنشن او كلاس 1 وذ باكل اكستنشن فتسوي له اكستنشن ويلي جروفات. مرحله رابعه كان عندي كلاس 2 فاينل امتحان عملي فاينل، اجاني بيشنت لور 7 لور 7 ديستالي ليفت سايد كان عنده هنا كاريز بس هنا بس هنا أنا هاي الديستال ترينجولر فوسا كلها كاريز. هذا ساوند ما بيشي يخبل لوبليك ريج ساوند وهو ديستال كاريز وعبر على المارجن فصار كلاس 2 بس ساوند. ففتحت ديستال كلاس 1 وهو كله صار وبعدين على البوكس صار كله هذا يعني البوكس مالته والكلاس 2 صار بس ديستال. عفت الاوبليك ريج عفت الاوبليك ريج ما اخذته وما سويت لي اكستنشن حتى جبر التنشن لا انا اعتمد على الكافيتي مالتي بالبوكس روتيشن اخذه من البوكس اي ضربه بالتو ستراكشر وهو ساوند. هذا يسمونه تراماتيك كات ات از انفير تو ريموف ساوند تو ستراكشر وين الكريز اخذه بس شلون اخذه مو بس اشيله لا اشيله واسوي البرنسبلز واسوي الكافيتي. دكتور لا من عندي انا اللور 6 يصير بي لينجوال اكستنشن فامتد بي واشيل كل الكريز واحط له ملقم. قبل ان ننتقل لكلاس 2 تعال خلينا نراجع البرنسبلز مال كلاس 1. الكلاس 1 اولا الريتينشن اللي جبناه من الكونفرجنس مال البكل واللينجوال وول سوينا به اندر كات وعطيناها سوينا به اندر كات وعطينا ريتينشن للملقم وقلنا حتى اعرف انا سويت له كونفرجنس لازم ابوا بالاوكلوجن سيرفيس كل ما اشوف البكل واللينجوال وول. زين تعالوا سولفونا على الريزيستنس اللي جبناه. الريزيستنس اولا الدبث 1.5 هو عباره عن ريزيستنس فورم، ثانيا الويث 1/4 التركس بالدستانس هي عباره عن ريزيستنس فورم، ثالثا سموث اند فلات بالبل فلور هو عباره عن ريزيستنس فورم، رابعا الميجيال ديستال وول اذا كان ستريت او دايفرج هي عباره عن ريزيستنس فورم، خامسا الانترنال لاين انجل اراونديشن الراونديشن مال الانترنال لاين انجل اللي سويناها بالبنسل تاتش والراوند بير هي عباره عن ريزيستنس فورم، سادسا واخيرا اي شارب انجل شلناها والكافو سيرفيس مارجن ما تجد كانت 90 درجه هذه اسمه ريزيستنس فورم. كلاس 2 كلاس 2 بديهيا يا جماعه هو عباره عن كاريز على البروكسيمال سيرفيس مال البوستيرير تيث فقط. فيا جماعه كان مشكله جيفي بلاك عنده مصطلح اسمه اكستنشن فور بريفنشن. جيفي بلاك كان يعتقد انه اذا اجاك كلاس 2 فقط بروكسيمال والكلاس 1 ساوند كان يعتقد انه لازم اني افتحه. ليش تفتحه؟ يقول لك لان هو هذا بت اند فيشر وعاده مرور الوقت لازم يصير بكريز، فانا مستقبلا اخاف حتى لا يصير بكريز لازم افوت الكلاس 1 وكلاس 2 كان يسميه اكستنشن فور بريفنشن رغم هذا الكونسبت خطا حاليا لان هذا ساوند تو ستراكشر. وبنفس الوقت قال لك انت مو سويت اكستنشن فور بريفنشن وفتحت الاوكلوجن سيرفيس اي تجيب من عنده ريتينشن فكان يعتقد انه هذا هم راح يعطيك ريتينشن لكلاس 1. الان اجى ريتشارد سيمونسون عالم اخر ورا جيفي بلاك فتره وقال يابا اذا عندك انت كاريز بس بروكسيمالي افتح بس بوكس الاوكلوجن سيرفيس معليه يعني اذا كاريز بس هنا افتح بس هنا هذا كله معليه لا توصل يمه لا والله هناك كريز وهناك كريز بذاك الوقت افتح كلاس 1 وكلاس 2 واغلب الكيسات اللي كانت تجينا بالعيادات وكنا طلاب كنا طالب كان يجينا كلاس بوكسات للامانه غير يجي كله بوكس كلاس 1 تكون ساوند ما افتح كلاس 1 يعني كل شيء يكون ساوند ما افتح كلاس 1 افتح بس بوكس الريتيشن يجي نفتحه. شنو اكستنشن فور بريفنشن؟ ما هو البيشت ممكن ينظف ويلتزم بالتعليمات وما يصير عنده كريز. شنو ذنب هذا انت فتحته وحطيت له ملقم؟ فاذا كلاس 2 بس بوكس افتح بس بوكس. زين. عندنا خلينا تعال نسولف على كلاس 2. عندي بوكس دكتور عبد الله الصوت واضح يمك؟ سكت فسكتي. حبيبي حبيبي دكتور لا واضح جدا واضح كله تمام.
واضح على الزوم وعلى اليوتيوب. يلا نستمر. يلا خلينا نستمر. اجاك مثل هذا الكيس اللي هو ابر 6 الكريز بس ميجيلي او ديستالي، بس ميجيل مارجلرج وديستال مارجلرج، وعاده هو اذا اجى اللي بالك شغله لا، اذا الكريز اجى هيدن كريز بس بعدها المارجلرج نوت كافيتيتد ما مكسوره، هذا ممكن يكون سمبل كريز او مودريت. بس اذا اجى كافيتيتد يعني اجت المارجن رج مكسوره وصاير كافيتي، دير بالك هذا عاده اكسبوجر ديب، مرات ديب ومرات اكسبوجر مسوي لك، فانتبه لان الكافيتيتد معناها انه الكريز صار له فتره طويله وكاسر الانامل سيرفيس، فهذا تنتبه خاف يكون كافيتيتد. لهذا بالامتحانات كانوا ما يطلبون عندنا، لهذا بالامتحانات كانوا من يقول لك جيب كلاس 2 كان اغلب الدكاتره يقول لك لا تجيبه كافيتيتد، جيبه ساوند، يعني اكو انما المارجن وجواها هيدن كريز، لان الكافيتيتد عاده يطلع عنده وتتصفر، فكانوا ينبهونا على هذا النقطه. زين هسه نجي عندي كريز وين؟ على الديستال ترينجلر بالديستال مارجن. شو اسوي؟ افوت بالفوسه القريبه على المارجن رج اللي بيها كريز. يعني شنو؟ يعني الكريز اذا بالميجيال مارجن رج وين افوت؟ افوت بالميجيال ترينجلر فوسه. بس اذا الكريز بالديستال مارجن رج افوت بالديستال ترينجلر فوسه. بس معليها السنترال فوسه، معليها الفوسه مال الاذر سايد، فاجي افوت بالراوند بير بالفوسه القريبه على الكريز. ايش قد؟ 1.5 ملم. الراوند بير مالتي طول الهيد، يعني بس هاي الطوبه، بس هاي الطوبه طولها 1.5، افوت بالفوسه القريبه على المارجن رجل بيها كريز. حبيبي دكتور احمد. اي دكتور شو علقت هذا؟ اي عادي اكتب. شوف دكتور هيك يجيك، يعني يجيك المارجن ساوند بس اكو هيدن كريز جواها، جوا الكونتاكت اريا. فاذا عندي هنا أنا كريز وين افوتن؟ افوتن هسه هذا ميجل مثلا، راح افوت بالميجل مارجنال رج بالميجل ترانجل فوسي، افوتن 1.5 تمام، فتت 1.5 اوكي بيمن بالراوند بير، اجي اشيل راوند بير واذبه واجيب الفشر بير وابدي اسوي ثينينج، ابدي اسوي ويكنينج بالمارجنال ريج، يعني ابدي اكل من المارجنال ريج اللي بيها كريز، اجيب الفشر بير احطه بالفوسه وامشي بوكو لينجوال موشن واكل من المارجن ريج، بوكو لينجوال موشن اكل من المارجنال ريج واسويها ويك وثين. شلون؟ بوكو لينجوال موشن بوكولينج والي بالفشار بير واكل من عدته الى ان اصير ثن. ايش فقد اتوقف؟ قاعد اكل من عدها بوكولينج والي، اتوقف الى ان اشوف المارجن رج صار الثيكنس مالته 0.8 ملم، يعني المارجن رج صارت كلش ثن، صارت قشره بس انامول. اجي اباوع هاي المارجن رج اللي هنا الثيكنس مالته نفس هذا الثيكنس؟ لا، هذا اقل ثيكنس، هذا صار 0.8 ملم. اوكي 0.8 ملم، شو اسوي هسه؟ صار ثن. شوف دكتور بوكو لينجوال موشن، اروح وارد بوكو لينجوال موشن، بوكو لينجوال الا ان يصير شنو؟ الا ان يصير ثن. شو اسوي هسه بهاي الستيب؟ اجي انزل بالفشر بير بعد 1.5، يعني بالبدايه اول ما نزلت 1.5 وبديت اكل من المارجن رج الى ان صار الثيكنس مالته 0.8 ملم، هسه نزلت بالفشر بير ايش قد؟ 1.5 ملم بعد، فصار الثك الدبث النازل انا كله بي من الكافو سيرفس مارجن ايش قد؟ 3 ملم. هذا الحكي انا بعدني ما كسر المارجن رج بقيها، بس نزلت شوف
نزلت بداية سوي فينيك ايه اوكي صار اثنين بس اكو بعد كريس جوي صار اثنين هسا انزل شقد انزل واحد ونص وارجع اسوي ثينيك لان انت الفوق صار ثين بس نزلت بي بعده ما مسوي له ثينيك انت وبكل قوة الموشن واسوي ثين الى ان احس انه قاعد اشوف يا جماعة قاعد اشوف البير قاعد اشوف البير من ورا الانيمال قد ما صار الثين هسا صار كل هذا الثري ملم ويك آثن اجي شوف دكتور جيد هاي خي خص صورة نزلت هنا وراها نزلت واحد سويت ثينيك ونزلت واحد ونص صار هذا الثين اجيب الانيمال هاتشت واكسر المارجنال ريج هسه المارجنال ريج راح تنكسر كلها بيس كامله ايش قد بمقدار 3 من كل ما انت تسوي ثينيك كل ما انت تاكل من الانيمال الموجود بالمارجن كل ما حتكون ايزي تو فراكتشر فانت نزلت واحد ونص هنا وسويت ثينك ونزلت واحد ونص بك وسويت ثينك بكولينج وول وجبت الانيمال هاتشت وكسرت المارجن رج انكسرت عندك المارجن رج وانفتح لك البوكس زين صار عندك بابل فلور مالك كلاس 1 وصار عندك اكزيال وول هذا وصار عندك جينجايفل سيت اللي راح يكون فوق الجنجبه تمام نزلت صف جيجيفل سيت كسر زين هسه ممكن هسه ليش انا قلبي عاجب انيمال هاتشت ويا وعنده انيمال هاتشت هسه يا جماعه اذا طلعت بالفشر بير قبل راح اروح اضرب واني بعدني ما ترى بعدني اني ما مسيطر على البير زين واذا تور باي خصوصا راح اروح اضرب الادجست توث راح اضرب الادجست توث اللي بصفه ما مسيطر على البير بس اذا انا نزلت قصيت ونزلت وبعدي ما كسر المارجن رج بعدي مسويت لي بروتكشن وجيت كسرتها بهاند اسرومنتس فراح افتح كلاس 2 واصلا انا ما ضرب السله بصراحه فبالتالي انا حافظت على الادجست زين اوكي اكو مشكله يا جماعه بالكلاس 2 الكلاس 2 ما راح افتحه شنو افتحه الكلاس 1 راح يجي ستريت بس لازم من يوصل يم البوكس ينفتح يعني يروح بكر زايد واسوي شيء يسمونه الاس كيرف هذا اس كيرف يعني شنو يعني اروح بكر زايد ليش لان يا جماعه بالكلاس 2 انا لازم افتح الكونتاكت اريا الكونتاكت اريا بين السنين لازم افتحها حتى افتحها لازم اسوي اسكير المشكله وين ان الكونتاكت اريا بالبوستيري الكونتاكت اريا بالبوستيري تيث رايحه بكري الكونتاكت اريا بالبوستيري تيث رايحه بكري زايد فاذا انا اريد افتح الكونتاكت اريا اللي انا المارجن مال الكافيتي ماتك بالكلاس 2 مال الامالجام must be out of contact لازم الحواف مال الكافيتي كلهن ما بيهن كونتاكت ويا الادجسنت توث فالكونتاكت عندك هنا بالفوستير تيث صايره بكل شويه هذا اللينجوال سيرفيس وهذا الميدل وهذا البكل الكونتاكت اري رايحه بكلي هذا يسمونه لينجوال امبريجر هذا المثلث وهذا يسمونه بكل امبريجر اللينجوال امبريجر اكبر من البكل امبريجر نتيجه ان الكونتاكت اري رايحه بكلي فإذا أريد أفتح الكونتاكت وهي رايحة بكل لازم شو أسوي؟ لازم أخذ من البكل سيرفيس أكثر تمام؟ زين الأسكرف إيش راح يسوي لك؟ الأسكرف راح يعطيك 3 main function أولاً راح يفتح لك الأسكرف يعني شنو؟ يعني أنه الكلاس 1 يجي ستريت ومن أصل من الكلاس 2 راح يروح بشكل حرف الأس يعني راح أخذ من البكل سيرفيس أكثر الاسكرف راح يعطيك 3 main function ويا ريت نكتبهن لان هاي جدا مهمه. اولا الاسكرف ايش راح يسوي لك؟ اولا يفتح لك الكونتاكت اريا ويسوي لك كليرنس راح يسوي لك مسافه بين السنه تشتغل بيه والسنه بصفك بمقدار 0.5 ملم. زين فتحت الكونتاكت؟ اي فتحت الكونتاكت. المارجز مال الكافيتي كماتك كلهن اوت اوف كونتاكت ما متصلات ويا السن؟ اي نعم. واحد اثنين الاسكرف راح يخلي لك
المارجن مال الامالجام تقعد ان سيلثك لينسك اريا. وهاي نقطة جدا مهمة. يعني شنو؟ يعني انت ما راح تفتح الكونتاكت اريا، راح يجي الامالجام يقعد هنا. يعني من اباوع من البكل سيرفس راح اشوف انه انت حاط امالجام هنا. ليش؟ لان الامالجام اذا قعدت هنا هاي المنطقة يسمونها سيلثك لينسك اريا، هاي المنطقة ممكن بسهولة ينظفها اللسان، تنظفها التوث براش، ينظفها الدنتل فلوس. اذا الامالجام انحصرت هنا بس هنا بالكونتاكت اريا ما طلعت، انحصرت هنا. واحنا نعرف ان الامالجام يا جماعه هي عباره عن بلاك ريتينتيف اريا، هي متل منطقه تجمع لك البلاك، تموت على البلاك اصلا. اذا الامالجام قعدت هنا ما طلعت هناك، بقت بهاي المنطقه فقط محصوره بين السن، ما فتحنا الكونتاكت، نخاف احنا كونزرفاتيف ما نفتح الكونتاكت، وعفنا الامالجام محصوره هنا، يا جماعه راح يتجمع دنتل بلاك بالامالجام ويكون لك سكندري كاريز. لان هنا انت ما تقدر تنظف الامالجام. اكو توث براش توصل هنا؟ لا. حتى الدنتل فلوس لا تتوقع انه الدنتل فلوس يفوت بسهوله، هاي الامالجام يسد لك اياه. فلازم اني اسوي اسكير حتى الامالجام تقعد تقعد بالبكل امبريجر هنا، تقعد ان سيلف كلينسك اريا. وممكن انا انظف المارجن مالتها بالتوث براش، ممكن انظفها بالدنتل فلوس، ممكن انظفها باللسان. هاي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه انه الاسكير راح يسوي لك كافو سيرفيس مارجن بمقدار 90 ديجري. واحنا عرفنا بالكلاس 1 قبل شوي من حكينا على الريزيستنس فورم، قلنا الكافو سيرفيس مارجن لازم تكون 90 درجه يا جماعه. هسه الاسكير اللي هو هذا الشكل راح تجي هنا، هاي الامالجام مارجن وهذا التو ستراكشر، الزاويه هنا راح تكون 90. اذا بقت ما فتحت ما سويت اسكيرف وبقت هنا التو ستراكشر، هذا الخط المنقط هو التو ستراكشر فرضيا ما فتحته انت، واجت قعدت الامالجام هنا، هاي راح تكون زاويه حاده. واحنا عرفنا انه الامالجام الكافو سيرفس لازم تكون 90 حتى تعطيك ريزيستنس فورم. اذا بقت هاي هنا زاويه حاده راح تنكسر. بس اذا سويت اسكيرف وفتحتها مثل هاي راح تكون عندك زاويه 90 وتعطيك ريزيستنس فورم. فالاسكيرف اسويه حتى افتح الكونتاكت اريا واحد، حتى احط الامالجام ان سيلف كليسك اريا اثنين، حتى اسوي بوت جوينت زاويه 90. تمام. قبل شوي ايش قلت اني؟ قلت انه يا جماعه لازم اني اسوي اوكلوجن كليرنس، وصحيح لازم افتح الكونتاكت، لازم عندي سبيس مقداره 0.5 بين السنين. شلون اعرف اني سويت سبيس 0.5 لو لا؟ قال لك شايف هذا البروب اللي عندنا؟ هذا البروب اللي عندنا اللي هو الكيرف يكون هذا اول ربع من عنده، اول ربع من هذا البروب الدايميتر مالته 0.5 ملم، نصف القطر مالته. فاذا فات الاول ربع من البروب بين السنين فات، فمعناه اللي هو القطر مالته نصف القطر الدايميتر 0.5، فمعناه انت فاتح الكونتاكت اريا وبسوي اوكلوجن كليرنس بمقدار 0.5. مرات شي يسوون يستخدمون الجماعه ويج حتى يسوون سيبريشن بين السنين حتى لا يضرب الادجسنت توث. اكو مرات يستخدمون ميتال باند، يجيب الميتال باند يقعد هنا بين السنين حتى خاف تضرب انت الادجسنت توث راح ينضرب بالباند. زين. اكو شيء هنا يسمونه الاسمص، الاسمص اللي هو عاده يكون منطقه الاتصال بين البوكس مالتك وبين بين البوكس هذا وبين الكلاس 1 يسمونه اسمص. هاي الاسمص الاريا لازم تكون نورو از نورو از باسبل قدر الامكان، لازم تكون نورو حتى ما تنكسر حتى يعطيك ريزيستنس فورم. زين. هسه احنا كسرنا بالانيمال هاتشت. اوكي بس عاده من ينكسر راح يعوف عندك شارب ايدج. اجي بالانيمال هاتشت او بالجنجايفال مارجنال تريمر واسوي هنا سموثنس كلهن. الجنجايفال سيت الجنجايفال سيت هذا اسوي له سموثنس بالدرت كون بير. راح يكون عندك لاين انجل، هذا بالبل فلور وهذا اكزيال وول وهذا جنجايفال سيت. اكو هذا الشيء يسمونه اكزيو بالبل لاين انجل، منطقه التقاء البالبل فلور والاكزيال وول يسمونه اكزيو بالبل لاين انجل. هذا من قصيناه احنا بالفيشر بير راح يكون شارب لاين انجل، شارب جدا شارب.
هذا الشارب لاين انجل اذا انت ما سويت سموثنس ما سويت راونديشن بقى الشارب واجت الاملجم قعدت راح يكون مثابه سكينه داخله بالاملجم. يعني انت جايب بسمار ومدخله بالاملجم فهذا هو الشارب، فاي فورس راح تجي على الاملجم راح تنكسر لان انت بتجيب سكينه وتحطها بنص الاملجم وقال فورس هاي السكينه قاعده تدخل جوه الاملجم وتكسر لك اياها. وعاده الفراكشرات بالكلاس 2 تصير نتيجه هذا نتيجه هاي اللاين انجل. فهاي الاكزيو بالبال لاين انجل يا جماعه لازم اسوي لها سموثنس اوراونديشن بمن بالجنجايفال مارجنال ترمر انسترومنتس، اسوي لها سموثنس لان وجودها وبقائها معناه فراكشر بالاملجم. جي شوف دكتور هذا جنجايفال مارجنال ترمر، اسوي سموثنس للاكزيو بالبال لاين انجل. عندي ها اللاين انجل الاعتياديه مالتي مال البوكس او مال الكافيتي مال الكلاس 1 اسوي لها راونديشن مثل ما ساعه ما حكينا، لان اي شارب انجل هي عباره عن ستريس كونستريشن اريا جيد منطقه تجمع ضغوط وراح تكسر لك السد. فكل كل البوكس اسوي له راونديشن. شوف دكتور راوندد اكزيو بالبل لاين انجل راوندد، بس الاكزيو جنجايفال لاين هذا بالبل فلور وهذا اكزيال وول وهذا جنجايفال سيت. الاكزيو بالبل لاين انجل لازم اسويها راونديشن، اللاين انجل مال الكلاس 1 لازم اسوي له راونديشن، بس الاكزيو جنجايفال لاين انجل لازم تبقى شارب حتى تعطينا ريتنشن، لان هنا راح تكون مثابه اندر كات يقعد بيها الاملجم وما تطيح. اوكي اخر شغله شباب ركز لي على هذا الموضوع، ريتنشن بالبوكس مين اجيب؟ ايش قال لك؟ قال لك هذا البوكس مو ببكل وول والليجوال وول، هذا بكل وول وهذا ليجوال وول. اي نعم البكل وول والليجوال وول اوكلوجيالي لازم يكون الكونفيرج لفس لي كلاس 1. جيد هذا البكل وول والليجوال وول اوكلوجيالي قاعد نباوع هسه احنا من الاوكلوجيال سيرفيس، ما قاعد نشوف البكل وول والليجوال وول، قاعد نشوف فقط الكافو سيرفيس مارجن. هذا الخط هو كافو سيرفيس مارجن، البطن الداخلي الاكزيال وول البكل وول الداخلي ما قاعد اشوفه، والليجوال وول هم ما قاعد اشوف الاوكلوجيال. شنو معناه؟ معناه انا مسويهن كونفيرج حتى اطر ريتنشن للاملجم. زين فالبكل والليجوال وول اوكلوجيال بالساعه لازم يكونن كونفيرج، ليش؟ حتى يطر روتيشن الاملجام، حتى يطر اندر كات. بس البكل واللينجوال وول ابروكسيمالي من هذا الاتجاه اللي قاعد نباوع عليه لازم يكون دايفيرج، والدليل انه انا قاعد اشوف هذا كله بكل وول وهذا كله لينجوال وول، قاعد اشوفه دايفيرج. ليش؟ لان انا افتح الكونتاكت، اذا اسوي اسكير فبديهيا لازم يكون دايفيرج حتى اطر ريزيستنس فول. فالبوكس بالكلاس 2 اوكلوجيالي كونفيرج حتى يطر شاشه للاملجام، لكن بروكسيمال من قاعد اتفرج عليه من هذا الاتجاه هو دايفيرج، لان انا فاتح الكونتاكت اريا، لان انا مسوي اسكير فبديهيه لازم يصير عندك دايفيرج. زين ف من اجى ريتشارد سيمونسون وقال يابا البوكس هو يطر تنشن، every two structure must retain itself، كل جزء بالتو ستراكشر هو يطر تيشن روحه. زين بس يا جماعه اذا انا البوكس مالتي كان كلش كبير، البوكس كلش كبير وما اريد اروح افتح كلاس 1، البوكس مالتي كلش كبير واعتقد ما الكونفرجنس مال البكل والليجوال وول مال البوكس ما يطر تيشن وما اريد افتح كلاس 1 حرامات، فش اسوي؟ اكو شيء يسمونه ريتنتيف جروف، اكو شيء اسمه ريتنتيف جروف. يعني شنو؟ يقول لك تجيب الفيشر بير وعلى الاكزيو فيشل واكزيو لينجوال لاين انجل، هذا اكزيال وهذا بكل وهذا لينجوال، بالاكزيو لينجوال بس هنا والاكزيو فيشل بس هنا، بالفيشر بير اسوي جروف، هنا جروف وهنا جروف، اسميه ريتنتيف جروف. ايش قد الدبث مال هاي الجروفات؟ الدبث مال هاي الجروفات عاده من 0.2 الى 0.5 ملم ومرات يوصل الى 0.8 ملم. هاي الجروفات راح تسويهن انت بالاكزيو لينجوال واكزيو فيشيال لاين انجل، هاي الجروفات راح يكون مثابه ماسكات، راح يدخل هنا املجم وراح يمسكن الاملجم. شوف دكتور جيد هاي الصوره حلوه، شوف بالفيشر بير
واسوي جروف هنا وجروف هنا باو هسه بروكسيمالي الباكل والنيجوال وول دايفيرج بس اوكلوجل بهذا الاتجاه ما قاعد اشوف ليش لان هنا كونفيرج اسوي جروف هنا وجروف هنا فتنت تو ذا جروف ايش قد الدبث مالتهن 0.5 0.2 0.8 بكيفك بعد او عاده اكو كل تكست بوك يقول بس هو عباره عن سلايد تاتشز بسيطات شوف باو علي بالكروس سكشن هذا الريتنتيف جروف 0.5 داخل بالدنتين هذا راح يكون بمثابه اقفال قفل ماسكك راح يجي قاعد الاملقم هنا ويدخل شويه املقم هنا ويدخل شويه املقم هنا ويكبسلك الاملقم هذا النباع لهن راح يكبسل الاملقم قفل املقم تقعد هنا ويدخل شويه املقم هنا وشويه املقم هنا ويمسكن الاملقم للجانب يثبتنها مكانها شطينه ريتنشن للاملقم وهذا الحكي الامانه هذا الحكي مو كلام تكست بوك يعني مو فقط حكي لا تطبيق عملي مرحله خامسه اخر مرحله امتحان فاينل الدكتور طلب من عندنا كلاس 2 جبت كلاس 2 كافيتيتد الامانه كان كافيتيتد كلاس 2 مولر لور مولر رايت سايد كان البوكس كافيتيتد كبير والاكلوجل سيرفس كله ساوند الاكلوجل سيرفس ساوند يا جماعه اجيت فتحت البوكس واخذ باخذ بالكريز وارجع لي ورا اخذ بالكريز وارجع لي ورا اباوع على الكافيتي الكافيتي كلش كبير البوكس مالته كبير هذا ما يضطر تشيل الاملقم شو اسوي؟ كان عندي خيار انه انا اروح افتح الاوكلوجال سيرفيس افتح كلاس 1 واحصل ريتنشن بس هذا على حساب شنو؟ على حساب التو ستراكشر وهذا انا ما اريده فاجيت بالفيشر بير سويت ريتنتيف جروف وين اكزيو فيشل اكزيو لينجو كملت كافيتي ما ادري شنو صحت الدكتور يشوف امتحان هذا فاينل اجى الدكتور قال جيد ما ادري شنو هذه التفاصيل بس احمد هذا كبير الكافيتي كبير كلش الكافيتي هذا منين جبت الريتنشن انت؟ افتح كلاس 1 قلت له لا ما افتح كلاس 1 دكتور قال ليش؟ قلت له لان انا مسوي ريتنتيف جروف اكزيو فيشل واكزيونيبل باعي لها الدكتور لا تشوفون هاي الريتنتيف جروف هاي الطابات الثانيه هنا ريتنتيف جروف مسوي اكزيو فيشل واكزيونيبل ومضطر تشيل الكافيتي يا جيب خلنا نشوف طايت المره ما هو على الاكزيو فيشل بالفعل اكو ديبرشن وعلى الاكزيونيبل بالفعل اكو ديبرشن قلت له هذا غلط هذا شنو ريتنتيف جروف هذا اللي راح يطلع بالتيشن الاملقم وبدون ما افتح كلاس 1 وحطينا الاملقم وراحت الاملقم وبقت اللي هسه الاملقم ريتنشن تقريبا هذا الحكي 2019 شهر الرابع الخامس ولليوم البيشنت هو يعني عارفه الاملقم بعد موجوده عندي احنا 2021 بعد كم يعني بعد كم شهر تقريبا قبل ثلاث سنين الاملقم وهي املقم ليش؟ انت كل ما تسوي الستب صح كل ما الاملقم تقعد وتطول اكثر. زين. اوكي يا جماعه فسويت الكلاس 2 بس احس قاعد ابوغ على الاكزيال وول والقى بعد كاريز، شوف اكزيال وول بعد اكو كاريز، شو اسوي هنا؟ كالعاده نفس ما بالكلاس 1 اشيل فقط هاي السبوتايات بس كاريز اللي اكزيالي فقط اشيله وعوضه بيش؟ بجلاس انامر سمنت على الاكزيال وول فقط واكمل الكلاس 2. الاهم شيء يا شباب السمنت ما يصير تحطه على الجنجايفل سيت السمنت يقعد لك فقط على الاكزيال وول السمنت ما يصير يقعد على الجنجايفل سيت فقط على الاكزيال وول لان اذا قعد على الجنجايفل سيت راح يكون مثابه جاب بين الاملقم وبين التو ستراكشر وهنا اكو جام تعبر لك ليكج تعبر لك جنجايفل فلويد وسوي لك سكندري كاليس كالعاده راوندد انترنال لاين انجل ها جيد اوكي شوف باوع بروكسيمال قاعد يتفرج باوع الكونفيرجنس بالبكل واللينجوال وول شو شكل كونفيرج لان صار عندك اندر كات اذا اوكلوجن راح اشوف الكونفيرج بس بروكسيمال راح اشوف دايفيرج لان قاعد اشوف هذا الوول باوع هاي اندر كات صار هنا هذا اجاني مرحله ثالثه ميد لور فور هيش فتحت الكلاس 2 الكلاس 2 قلنا مستقبل شوي قلنا البكل هورن اعلى من النيجوال هورن فلازم شو افتح اسوي انكلايند شوف دكتور شكله انكلايند الكافيتي باع شو صاير انكلايند مائل الجنجيفا سيت ما يحتاج اسوي انكلايند سوي ستريت عادي ليش؟ لانه ماكو فولد
ناجوا جيجيفي. بس البالبل فلور مال الكلاس 1 لازم يكون انكلايند، لان البالب هورن هنا انا بكل هورن اعلى من النيجوال هورن. زين هذا كيسات ام او دي. ها جيد هذا كلاس 2 ابر 6 بدون ما مسوي لك انفولفت للبوبليك ريدج، لان البوبليك ريدج ساوند فتحنا كلاس 2. هذا هو الام او دي، هذا يسمونه ام او ميجل اوكلوجن، هذا يسمونه ام او دي ميجل اوكلوجن. هذا الكافيتي بريبريشن ان كلاس 2 مال جي في بلاك. جي في بلاك هيك يفتح كلاس 2 كلاس 1 وكلاس يفتح كلاس 1 وكلاس 2. هاي جدا للامانه هاي صوره جدا حلوه. جي في بلاك هيك يفتح كلاس 2 يفتح بدايه كلاس 1 ويحسوي له دوفيتيل هنا تطير اتنشن ويفتح بوكس. ريتشارد سيمونسون هيك يسوي كلاس 2 بس بوكس بس. هذه اذا هذا كان ساوند ما يفتح بس بوكس. ديفيد كلارك هيك يسوي كلاس 2 سيزر شيب. هنا تقعد امل قم، هنا تقعد امل قم، هنا ما تقعد امل قم، هنا يقعد كومبوزيت. هذا الكافيتي مال ديفيد كلارك للكلاس 2 للكومبوزيت، هذا الكافيتي مال ريتشارد سيمونسون للكلاس 2 امل قم، هذا الكافيتي مال ديفيد كلارك عفوا مال جيف بلاك للكلاس 2. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيبي دكتور احمد تسمعني؟ تسمعني دكتور؟ حبيبي طبعا كل الشكر لحضرتك دكتور وعاشت ايدك. حبيبي دكتور هسه حاليا ان شاء الله نتوجه على الاسئله. حبيبي دكتور نتوجه على الاسئله ان شاء الله هواي اليوم. عيني الدكتور. اي والله. السؤال الاول من دكتوره ساره غسان. دكتور انا راح اقرا الاسئله لانه اللي على اليوتيوب مدى تطلع لهم الاسئله حتى يسمعون السؤال وجوابه، تمام؟ ماكو اي مشكله دكتور انت براحتك شو تحب تسوي؟ تمام حبيبي دكتور. السؤال الاول من الدكتوره ساره غسان. الدكتور شلون اقدر اسوي سموثينج بالراوند بير فاين تاش بالراوند لو اسلط في الضغط معين والحركه سريعه لو بطيئه؟ ها حكيناها دكتوره ساره. استنج قلنا بنسل تاتش القوه للسلطيه اقل من الرصاص حتى ما تكسر التيب مالته، نفسها السلطيها على بيس اللي بي راوند بير سمول راوند بير وفوت فقط باللاين انجل باللاين انجل فقط تاتشات بسيطه بنسل تاتش واسوي لها راوندش. دكتور السؤال الاخر من دكتور علي رائد يقول بي دكتور شلون احدد الانسبورتد انيمال؟ اوكي انسبورتد انيمال هو عباره عن وشلون اشيله؟ تمام ايش راح اشوف انت؟ راح اشوف انيمال شارب ايج طالعه فد شارب ايج مال انيمال ما جوها دنت بس هي ويك ثن يعني كلش ثن ما بيها سبورت. يعني شلون اقول لك؟ يعني الشارب ايش طالع صفح ما جواها دنتن وهي ثين صغيره اشيلها بالفيشر بير واسويها ستريت القصه. تمام دكتور ثواني ثواني دكتور بس دكتور السؤال الاخر من دكتور محمد عمار يقول بي ريتنشن دان وذ انفيرتد بير هاو كان اي دو بابلينج؟ ها بابلينج بالاملجام ماكو دكتور، ماكو شيء اسمه بافلينج بالاملجام. ليش؟ لان انت راح تسوي بافلينج الكافو سيرفس ماجن مالتك راح تكون مو 90 راح تكون منفرجه، فراح يجي الاملجام يقعد وين التو ستراكشر ويصعد فوقها لان انت مسويها بافل. هاي الاملجام صعدت فوقها شويه، الاملجام صعدت على البافل راح تكون ثن وبيجي البيشنت يعض عليها وهي الثن راح تنكسر وتسوي لك جاب، والجاب هو مشروع مايكرونيكج مشروع سكندري كريس مشروع فيلير. فاحنا ما نسوي بافلينج ابد ابد بالكلاس بالامالجام. سوي سترايت انفيرتد كون هو راح يسوي لك ريتنشن. اكو بعضهم شو يسوي؟ يجيب الفيشر بير ويحطه بزاويه 45 ويقص من جوا الكسب حتى يسوي ريتنشن. بس هاي الخطوه يا جماعه من تجيب الفيشر بير وتقص من جوا الدنتل من جوا البكل وول او الليج وول حتى تسوي اندر كات، ترى انت قاعد تاكل من جوا الكسب والكسب راح يكون انسبورتد وينكسر. تمام دكتور. السؤال الاخر من دكتوره طيبه فاضل تقول بي دكتور الكونفرج احنا متعودين نحققه من نستعمل الفشر، اميل الفشر شويه حتى احصله لو بالانفرتد ياهو الصح. ها شوف احنا هاي مشكله. انا استوني قلت الفشر بير من اميله بزاويه 45 وانت شلون اسوي اندر كات؟ انا لازم اميله بزاويه 45 فهذا من راح يميل بزاويه 45 راح يدي ياكل من جوا الكسب وهذا راح يسوي لك الكسب ويك. زين فلازم انا شو اسوي؟ اسوي اندر كات. شلون اسوي اندر كات؟ يا جماعه الانفيرتد كون بير شلون شكله؟ شكله هرم مو شكله هرم بيس وابكس.
فالبكر وول بدايه هو اول ما قصيناه صار ستريت، فمن راح اجي انا اسوي سموثنس واخلي البكر وول اللي عندي الانفيرتد كون بير شويه يطخ بالبكر وول وهو انفيرتد وهو شكله مثلث، ايش راح يسوي؟ راح يقص فقط من جوه، فقط راح يقص من جوه مال البكل وول، فقط من جوه لانه راح يقص من جهه واحده، فراح يسويها يسوي لك اندر كات على الاتجاه مالته، لان الانفيرتد كون هو شكله مثلث، فمن يسوي لك تاتش وي ستريت وول راح يسوي مثلث نفسه. تمام دكتور. السؤال الاخر من الدكتوره بنين، تقول بي دكتور اذا بديت اخذ من الكاريز ووصلت للقاعده مالت الدنتن وكان التسوس كلش كبير واخذت من عنده هواي، هالشيء حيأثر على التوث ستراكشر وعلى طبعا يأثر دكتورة. هو انت كل ما قاعد تنزل بالسن كل ما قاعد تسن شيء يصير يصير ويك، كل ما قاعد اني انزل بالسن كل ما قاعد شو اسوي اسوي ويك، بس انا هنا ما طول عندي كريز لازم اشيله، يعني ما من ممكن اني اوف كريز واحط انا مقام شو اشغل كريز رجوع، وين ما واصل كريز لازم اشيل، واذا واصل للبوب فهذا ترى مو مال ابرتف هذا عنده، فلازم اشيل كل الكريز. يا جماعه اللي قاعد يشتغلون على الانفرتد كون شباب، هذا كونسبت انه شلون اسوي كونفرجنس، بس صح ممكن اسوي بالانفرتد اي ممكن ممكن اسوي بالفيشر بير عادي، تقدرون تسوون بالفيشر بير، بس الفيشر بير مو تميله 45 ويبدي ياكل من جوه الكاسب، ترى انت بال 45 قاعد تحط الفيشر بير وتميله حتى تقص، فانت قاعد تحفر من جوه الكسر فقاعد تسوي كونفرجنس، يعني يصير عندك ستريت وول ومن جوه محفور كله، تريد تسوي بسوي واي نوت ماكو مشكله. فان يعني الفيشر بير تميله قليل وتسوي اوكي، بس ما تسوي 45 وما هواي ترى راح يحفر ويسوي الكسر ويك. نعم دكتور. عيني دكتور. سؤال الدكتور من علي، دكتور علي رائد، المارجن شحنية بالانفيرتد كون، الانفيرتد كون بس بالفلور، الانفيرتد كون ما يطخ بس بالفلور، الفيشر ممكن يوصل للمارجن الفيشر. تمام دكتور. السؤال من دكتور طيبة فاضل، تقول بي بالنسبة للدفتر ما ذكرت لنا شلون نحققها. اوكي شوف يا جماعة شوية موضوع الدوفيتيل دي كونترا فيرزي، الدوفيتيل احنا متعودين عليها الدوفيتيل، شوف دكتور هاي دوفيتيل، الدوفيتيل هذا شكل دوفيتيل، دوفيتيل اسمها ديني الحمامة، أنا الأمانة كيت متقصد ما أحكيها، الدوفيتيل هي اسمها شكل الحمامة مصطلحها، يعني مثل عفوا مثل ديني الحمامة، ديني الحمامة هيك راح يكون شكله. الدوفيتيل هم كانوا يعتقدون أنه هذا الشكل، هذا الشكل هو عبارة عن روتيشن فورم، هذا الشكل راح يعطيك روتيشن أوكي تفقيله ديل الحمامة الروتيشن، وهذا مذكور بالتكست بوك، مذكور بلازمنا، مذكور أمة محمد كلها تعرف أنه الدوفيتيل عبارة عن روتيشن. لكن هسه طب تقريبا نهاية 2020 اكتشفت، وهم ولا اكتشفت يعني سمعت وواحد رجل موثوق قال يا بير الدوفيتيل هنا هي مو روتيشن، ليش مو روتيشن؟ أنت إيش عندك؟ هذا مو لور 6، هذا مو كسب، هذا كسب وهذا ديستال كسب، هذا أكو هنا جروف وهو مسوي له انفولفمنت اوكي، وهنا جروف واحنا فايتين بيه، وهنا اكو سمول جروف فاصل بين الديستال كاست وبين الديستال بكال كاست وهاي الترانجلر فوسه، انا فت هنا ليش حتى اسوي انفولفمنت لهذا الجروف، وفت هنا حتى اسوي انفولفمنت لهذا الفوسه، فهو بديهيا من وحده رسمت عندي دوفيتيل، لان هذا ديستال كاست وهذا جروف وهذا جروف، فتت بهذا الجروف وفتت بهذا الجروف وبقى الديستال كاست ساوند فسواه لديلي الحمام. الكونسبت الجديد ظهر ايش قال؟ قال هذا الدوفيتيل سويته انت بالمولر فقط باللور مولر، هذا الحكي بالكلاس 1 لور مولر، هو عباره عن مايكرو اكستنشن فور بريفنشن از ا سورت اوف ريزيستنس فورم وليس ريتنشن. تكست بوك الناس الدكاتره كلها تشرح وتقول الطلاب كلها تعرف انه الدوفيتيل هي ريتنشن فورم، اللي صار هسه انه انت هسه سويت ريتنشن؟ لا ما سويت ريتنشن، انا مجرد فت بهذا الجروف وفت بهذا الجروف حتى شيل الكريز، صارت صار عندي ديل الحمامه، صار عندي دوفيتيل، بس هذا سويت انت ريتنشن؟ لا مو ريتنشن. شنو نوع الريتنشن بهذا الشكل؟ فهمني تعال بي اندر كات؟ لا ما هو هذا ميجيال وول احنا نسوي ستريت. بي كونفرجنس؟ لا مجرد انا سويت انفولفمنت فصار عباره عن مايكرو اكستنشن
for prevention as a sort of resistance form. هذا الحكي باللور مولا. بالأبر بالكلاس 2 شوف نفس الحالة نفس الحالة هنا هاي هم دوفيتيل سوينا فتنة هنا وفتنة هنا. صار هسه شنو صار بالأبر بالأبر شوف دكتور هذا مو أبر هاي هنا هم دوفيتيل هذا أبر هذا دوفيتيل هنا هم ذي الحمامة بس هو شو سوى هاي دوفيتيل هم فات بالجروف هذا هذا بقى ستريد عادي ما فات به هذا جروف سوى بي انفولفمنت للجروف فصار هم ذي الحمامة هسه هذا هم هل يا ترى يعطيك ريتنشن فالموضوع صار بي كونترافيرزيلين ظهر كونسبتس قال هذا مو ريتنشن ولهذا اني ما حكيته الأمانة هذا الحكي أنا هذا الحكي مع الكونترافيرزي والإكستنشن فورميشن حكيته فقط للطلابي وبعد ما حكيت بيه لأن شوية الموضوع يخوف فس أقول لكم موريتنشن خفيف يعني ريزيستنس سيروس هذا أنا ما حكيته ما شرحته تمام عيني دكتور السؤال الآخر يقول دكتور جقد الحجم مع السبوت وأخلي سمنت يعني يمتى أقرر أملي هذه السبوت بسمنت دكتورة تفوتين بيها كلها سبوتاية كلها كريز أفوتن الحد ما أتخلص من كل الكريز وأجي السبوتاية الفت بيها أعوضها كلها سمت يعني عادة السبوتاية واحد ملم أحط واحد ملم تو ملم أمشي أنا أريد بس أنزل فقط بالسبوت بس بالسبوت وأحط بيها سمت حتى أرجع الدرس ماتي كله 1.5 أي دكتور السؤال الآخر من دكتورة نبأ تقول بي دكتور إذا شلت البكل بيت كريز وانفتح على البكل وول لازم اشيل البكل جروف كله حتى لو ما بيتسوس قصدها انفتح على البكل بيت هو عندها بكل بيت وفتح عليك على الكافيتي مال الكلاس 1 غير اي اعتقد هي شخصا يعني شوي صار موضوع نعم واضح دكتوره اذا انت عندك البكل جروف ساوند يعني عندك هواي تو ستراكشر لا تفتحين لا تفتحين بس اذا حسيتي انه انت هذا كله كيريوس وقال تشيلين به وصارت ثين تو ستراكشر البكل جروف صار ثين لا والله فتحين لان هذا ينكسر ما يتحمل الامالجام يعني شلون تحددين على السكنس ما تو ستراكشر اللي عندك هو هذا راح يحدده هواي ما تفتحين شويه لا لازم تفتحين عيني دكتور السؤال الاخر من دكتوره طيبه تقول بي دكتور بالنسبه للانسبورتد انيمال إذا كان موجود بالأنجل كافا سيرفيس بكمية كبيرة لأن مثلاً الكاريز ممتدة للدنتين واضطريت أشيل من الدنتين وبقى الأنمال انسبورتد إذا شلت الأنمال راح تتغير الكافا سيرفيس وممكن تتحول إلى أقل من 90 شلون ممكن أحل هيك مشكلة إذا واجهتني؟ أوكي هسه هو أكو أنمال وجوا دنتين كاريز بس الأنمال فوق مو كاريز غير هيك قصتها تشيلينه كله تشيلينه كله إلى أن إلى شوف دكتورة الكافيتي مال الكافيتي المارجن مال الكافيتي مالتش لازم تقعد على ساوند تو ستراكشر لازم تقعد على انامل قوي وجواه دنتين قوي يعني اذا الدنتين جواه كيريوس ويبقى بس انامل ويك لا شيلينه كله شيلينه الا ان توصلي الى انامل ما بي كيريز وقوي وجواه دنتين شيلي هذا لازم عيني دكتور سؤال اخر من دكتور علي رائد يقول بي دكتور كوما سألت ما حد عنده انامل هاتشت بالسوق اقدر استخدم الاش شوف دكتور للامانه دكتور علي هسه انا قاعد اسوي ديمو الطلابي شو اسوي اسوي كلش تن البروكسيمال وول اسوي كلش تن بحيث اشوف السن بصفي واجي اكسره بالبروب تخيل بالبروب اكسره ليش لان صار تن ممكن بالكوندنسر تكسره كوندنسر عندك كسره ليش لا تكسره بروب عندك وقوي كسره كل ما تسوي ثن كل ما ينكسر اسرع بغض النظر عن الاسرمكس يعني دكتور اكو اسئله تجاوبتها ذا عبرها دكتور فت سؤال اكو احتمال نستخدم دايكول تحت الامالجام بمكان السمنت زائدا عادي يكون من النوع اللي سيت بالكيورينج شوف دكتور دايكول وذاوت السمنت ما يصير لازم انا احط انا شوف اذا الكافيتي مالتي 1.5 ما احط لا دايكول ولا سمنت احط بس امالجام ليش لان السمنت راح احطه راح ياخذ من الثيكنس مال الامالجام واذا قل الثيكنس مال الامالجام اقل من 1.5 راح ينكسر فش اسوي انا اذا كان عندي سمبل كافيتي بس 1.5 احط بس امالجام اذا كان عندي مودريت كافيتي يعني 3 ملم احط 1 ملم سمنت واحط 1 واحط 2 ملم امالجام اذا كان عندي ديب كافيتي كلش وديب سبوت احط على ديب سبوت فقط دايكال واحط فوقها سمنت واحط فوقها امالجام وهو هذا ان شاء الله باكر نحكي بموضوع السمنت
تمام دكتور. السؤال الاخر من دكتور امير غزوان يقول دكتور احنا نشتغل بالانفرتد على البكل واللنجوال، ليش نستخدم الراوند بير؟ ليش ما نستخدم بس الراوند على الحواف؟ ممكن توضيح؟ ما ادري السؤال هسه انت هو دكتور امير شو يريد بالراوند بير؟ شو تريد تسوي مثلا؟ احنا الراوند بير فقط ليش ما نستخدم بس الراوند الحواف؟ اه يعني انت تريد، ما هو الراوند بير ما راح يسوي لك فلات بابل فلور لان هو شكله راوند. اللي يسوي لك فلات، احنا ليش قاعد نستخدم انفرتد؟ احنا الانفرتد استخدامنا انه شنو؟ الانفرتد يعطيك ثلاث وظائف، اول يسوي لك فلات بابل فلور، ثانيا من تريد تنزل بالكافيتي لازم تنزل بس بالانفرتد كون حلين ينزل قطعه واحده، وثالثا يسوي لك سموث. الانفرتد كون استخدمه حتى يسوي لي سموث اند فلات بابل فلور، الراوند ما يقدر يسوي لك اياه سموث، بس ما يسوي لك مستحيل. الراوند بين يحفر يسوي لك طوبه، ويظل يحفر طوبات يسوي لك الكافيتي، واحنا احنا عرفنا اذا الكافيتي ما تصار طوبه قبل شوي بالسلايد ايش راح يصير؟ راح الامالجم تزلق وتطلع. عيني دكتور. سؤال اخر من دكتوره ايمان، اقدر استعمل البروب او الاكزاجفيتر حتى اشيل الريمينينج كاريز؟ ايه طبعا سبول اكسكافيتر استخدمه حتى اشيل بيه السوفت كاريوس دنتل، كاريوس دنتل بس سوفت، هنا استخدم سبون اكسكافيتر، بس اذا هاد لا ما اقدر لازم اشيله بالهاند بيس. اي دكتور سؤال اخر من دكتوره مريم، دكتور ممكن تعيد لنا الوول انجلز اللي تحتاج راونديشن بكلاس 1 مفتوح ولا كلاس 2؟ اوكي كلاس 1 اللاين انجل الداخلي الكافيتي الاكزيال والبالبال فلور، احنا عرفنا انه منطقه التقاء اي سطحين هي عباره عن لاين انجل، انا عندي كافيتي بشكل مربع axial wall والpulpal floor اكو بينات اللاين احنا نسميه internal line angle، هاي لازم اسوي لها roundation بالراوند بير، هي هاي الداخليه جوا داخل الكافيتي اسوي لها roundation. يعني دكتور سؤال اخر من دكتوره انوار تقول دكتور شنو نوع السمنت اللي نستعمله بالسبوت؟ واي دكتوره انوار؟ زيك اوكسايد، زيك فوسفيت، زيك بوليكاربوكسيليت، غلاس انامال سيمنت، ريزن سيمنت، هواي انواع، هذا كله ان شاء الله باشر بشوفه. سؤال اخر من الدكتور يقول بي اكو اداه نستخدمها حتى نسوي الاكزيو بلبل لاين انجل راوند وشنو اسمها؟ اي قلناها جنجايفال مارجنال تريمر دكتور، جنجايفال مارجنال تريمر اسمها. السؤال الآخر من دكتورة ياسمين تقول بي دكتور بالنسبة للمارجنال ريج حضرتك قلت إذا أقل من 2 ملم أسوي الميجر وول دايفرج، زين إذا أسوي هيك مو راح يضعف أكثر؟ لا هو راح يضعف. أوكي شوف مثلا إيش عندي أنا، شوف دكتورة هو 2 ملم مثلا إذا عندي ثيكنس 1.5 بس 1.5 أسوي مائل ما حتى ليكون إذا أسويتي كونفرج أو سويتي ستريت راح يكون أنسبورتد لأن راح يكون ثن تو ستراكتشر بارز وينكسر، بس هو بديهيا جماعه هنا انت نادر ما يكون عندك هذا الشيء، عاده يكون المارجنال ريج 1 ملي نص ملي ترى هذا لازم يفتح ميكب، لهذا انا قلت لكم سووا دائما ستريت لان لازم تميل البير 45 من تميل 45 راح يقص هواي ويسوي لك يا واحد وهذا لازم يتحول كلاس 2، لهذا انا ايش قلت حتى نخلص من هالمشكله سوي ستريت ولا تدخل نفس الشيء. يعني دكتور سؤال اخر من دكتوره رند مأمون تقول بي دكتور ممكن توضح لنا عن السوفت كاريز وليش يقولون الدكاتره نستخدم بي هاند بيس؟ دكتور السوفت كاريز دنتن فقط، السوفت كاريز دنتن انا اجي استخدم سبون اكسكافيتر، سبون اكسكافيتر مثل الخاشوقه تمام، والسوفت كاريز هو مثل النوتيلا، فانت من تجي تشيل الخاشوقه من تجيب خاشوقه وتشيل بيها نوتيلا مثل ما تجيبين خفاقه ما ادري مطرقه ما ادري هاي الخفاقه مال الكيك وشيلين بيها خفاقه ما تشيل، لهذا انا راح اجيب خاشوقه واشيل بيها كل هذا السوفت كاريز. للامانه السبون اسكافيتر ممتازه انه يشيل كل السوفت كاريز ومن توصل لمن هذا ما تشيل، اما الهاد بيس فترى يشيل سوفت ويشيل دنتن، ممتازه السبون اسكافيتر. يعني دكتور السؤال الاخير ويانا اليوم من دكتوره باري علي، دكتوره باري تقول بي دكتور اذا ما كان عندنا اكزيال وول بالكلاس 2 والكاريز كان فقط بالبوكس يعني ما نقدر نسوي ريتنتيف جروفز، وقتها للريتنشن نسوي اكستنشن للاوكلوزال سيرفيس لو نسوي سلوت بريبريشن ياهو احسن حتى نحصل ريتنشن؟ دكتوره مستحيل مستحيل تسوي لي كلاس 2 ما عندك اكزيال وول، مستحيل
هذا الاكزيال وول تاعي يا جماعه، هذا الاكزيال وول شلون يصير عندك؟ انت شلون سويتي جنجيفال سيت وما عندك اكزيال وول؟ شلون يعني؟ ما مستحيل، لازم يصير عندك اكزيال وول. هذا كلاس 1، هذا كلاس 1 بابل فلور، هذا اكزيال وول، هذا جنجيفال سيت. شلون ما راح يكون عندك؟ ما اعرف. اذا ما كان عندك معناته طبع البال، يعني الاكزيال وول وراء بال. شلون هذا معنى انه انت ما فاتحه، ما نازله بالبوكس، انت فاتحه قبل، فاتحه كلاس 1 وكاسره البروكسيمال وول، ما مسوي جنجيفال سيت. وهذا قاعد يسوون حاليا جماعه الكومبوزيت، انه هيش مثلا يكون عنده بس ما يسوي جنجيفال سيت ابد، يطلع الكلاس 1 ويطلع بالقبل يفتح البروكسيمال وول. لازم يكون انا عندي اكزيال وول. وانت الالتيرناتيف جروف مثل ايش تسويهن؟ احنا قلنا اتفقنا ما نستخدمين بس باللارج كافيتي، البوكس كلش كبير ذاك الوقت تستخدم الكتف جروف، مو كل وقت انا اسوي الكتف جروف، بس باللارج بوكس. عيني دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لزملائنا على متابعتهم، ان شاء الله باكر ساعة 3 راح يكون اليوم الثاني من الكورس ان شاء الله، وشكرا جزيلا للجميع. حبيبي.